صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا مصر. صباح الخير عليك يا جمانة، صباح الخير على حضراتكم في كل مكان في مصر، صباح الخير على أهلنا الصامدين في غزة وفي كل أرجاء فلسطين. العالم امبارح زي ما حضراتكم تابعتم اجتمع تحت المظلة المصرية في قمة القاهرة للسلام اللي عقدت بالعاصمة الإدارية الجديدة من أجل وقف التصعيد والعدوان المستمر والحصار المفروض على قطاع غزة، وتوفير ممر آمن ودائم لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، بالإضافة لرفض أي مخططات أو دعوات للتهجير القسري للفلسطينيين خارج الأرض وتصفية القضية الفلسطينية. بالتأكيد يا محمد، يمكن هذه النقطة تحديدا دائما ما كان يؤكد عليها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولو تابعنا امبارح فعاليات هذه القمة فكان فيه اهتمام إقليمي ودولي كبير جدا بهذه القمة اللي شارك فيها رؤساء وقادة 31 دولة وأربع منظمات دولية. ويعني زي ما تابعنا أيضا سرعة الاستجابة وحضور هذا العدد الكبير من القادة والزعماء في القمة والمشاركة الفعالة لأمين عام الأمم المتحدة، كل ده بيعكس دور مصر المحوري في حل القضية، وبيثبت أيضا حرص هذه الدول على إيجاد حل للمشكلة من خلال مصر اللي بتعتبر أيضا هي مفتاح حل للقضية الفلسطينية. امبارح مصر قدمت للعالم حقيقة ما يحدث في غزة وحقيقة تعرض المواطنين لأقصى الانتهاكات التي لا يتخيلها ولا يتقبلها بشر، أيضا مخالفة هذه الأفعال المخالفة لجميع المواثيق الدولية واللي وضعت العالم أمام أزمة حقيقية، لأنها بمنتهى البساطة وضعت العالم أمام نفسه. ولابد يعني وجد العالم وقادة الدول اللي كانت موجودة في هذه القمة يعني خلاص وصلوا أنه لازم يكون في حل لهذه القضية. الحل دايما بيبدأ من مصر، من البوابة المصرية، بوابة الحلول للمنطقة ومفتاح حل القضية الفلسطينية. تاريخيا ده كان موجود، وامبارح شفنا حضور حقيقي لمعظم قادة الدول اللي تحدثوا في القمة وأكدوا بشكل مباشر أنه رفضهم الكامل لتجاوزات اللي حصلت في غزة، الانتهاكات المستمرة في حق المواطنين، والحفاظ على المدنيين الأبرياء، تجنبهم أي أضرار أو أي ويلات تحدث من الحروب. كان في كمان اتفاق على ضرورة ضمان التدفق للمساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها بشكل سريع ومستدام لأبناء قطاع غزة. في نفس اللحظة أو انعقاد القمة أو قبلها بدقائق يعني قليلة، تابعنا جميعا الخبر الأجمل اللي شفناه امبارح، فتح معبر رفح ومرور قوافل المساعدات الإنسانية، اللحظة دي اللي احنا كنا منتظرينها من اليوم الأول لحرب العدوان الإسرائيلي أو حرب إسرائيل على قطاع غزة. مشهد انتظرناه طويلا، شفنا دخول أكثر من 20 شاحنة أو تقريبا هم 20 شاحنة لقطاع غزة، وده كان بفضل الجهود المتواصلة والمكثفة والمستمرة للدولة المصرية للتخفيف عن أهالينا في غزة. الحقيقة وإحنا بنتكلم عن هذا الخبر وفكرة دخول المساعدات إلى قطاع غزة، 20 شاحنة بالفعل تم عبورها من خلال معبر رفح لأهالينا في قطاع غزة، إلا أنه يعني صحيح إحنا كنا بننادي طول الوقت بده، بس مش ده الهدف الأوحد لحل هذه القضية. يمكن ده مساعدة آنية، يعني دي حاجة لازم تحصل حالا عشان نقدر إن إحنا نساعد أهالينا في قطاع غزة، طبعا بما إن هم بيتعرضوا يعني لأصعب انتهاكات ممكن حد يشوفها، يعني وإحنا بنتكلم على المشاهد اللي إحنا بنتابعها طول الوقت، مشاهد حتى لا توصف، بالفعل قدرت توصلنا إن إحنا حتى مش عارفين نعيش يومنا العادي وإحنا بس بنتابع هذه المشاهد. لكن الحل اللي لازم يكون موجود عشان نقدر نوصل لسلام في الشرق الأوسط، وده اللي كان دايما بيؤكد عليه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو فكرة يعني حل الدولتين. ده الحل اللي لازم يكون موجود وده اللي لازم نصل ليه. لو بصينا على مكتسبات قمة القاهرة للسلام، بكل تأكيد في مكتسبات من هذه القمة، زي ما قلنا لحضراتكم هو وضع العالم أمام نفسه. تابعنا امبارح كلمات رؤساء الدول والقادة أيضا اللي حضروا هذه القمة، شفنا الدور العربي وأنه الدور العربي كان حريص على حل الدولتين وحريص على وقف إطلاق النار وحريص على إدخال المساعدات، لكن في نفس الوقت تابعنا أيضا كلمات لدول أخرى، ولو هنتكلم تحديدا على قادة الغرب
طبعا يجب ان احنا ندخل المساعدات، ويجب وقف اطلاق النار واعتراض على الانتهاكات الانسانيه او انتهاكات حقوق الانسان هناك، ولكن ايضا كانوا حريصين على ادانه ما حدث في اسرائيل يوم 7 اكتوبر، على ادانه حماس. كل ده كان نفس طريقه، كان نفس اللغه، نفس حتى الالفاظ هي هي. فبالتالي مصر لم تقر مخرجات لهذه القمة، لأنه مصر رفضت أنه قمة تخرج من عندها تكون مخرجاتها غير مجدية، أو أنه يكون في مخرجات لهذه القمة ما تحلش أصلاً حاجة، تبقى مصر يعني إحنا عملنا قمة ودعينا قادة العالم بس ما خرجناش بحاجة. وده اللي مصر أقرته. مصر كانت حريصة على إبداء رأيها، وكانت حريصة على إقرار دورها، وكانت حريصة أنها تنقل للمرة المليون تقريبا للعالم كله، أمام العالم كله في نفس القاعة، إن هو ده الدور المصري، وهو ده اللي مصر شايفاه إنه يحل القضية الفلسطينية، وأيضا حماية الأمن القومي. يعني أعتقد ده حق مشروع. صحيح. ده كان واضح جدا يا جمانة، وأكيد السادة المشاهدين تابعوا كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي افتتح قمة القاهرة للسلام. الكلمة الحقيقة كانت واضحة وصريحة، وزي ما بيقولوا كده في الصميم، يعني كل كلمة موزونة بميزان من ذهب حقيقي. خطاب سياسي مهم جدا في لحظة تاريخية دقيقة. الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته قدم مجموعة من الرسائل للعالم كله، مجموعة من الرسائل محتاجين نتوقف عندها بشكل كبير. الحديث عن خريطة الطريق، يعني احنا قدمنا، او في خطاب السيد الرئيس قدم خريطة الطريق للمجتمع الدولي، بتبدأ بضمان التدفق الكامل والآمن والسريع. محتاجين نقف عند كل كلمة، لان كل كلمة ليها معنى. تدفق كامل وآمن وسريع للمواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية، مش بشكل لحظي، مش يوم وخلاص، لا، ده لازم يكون بشكل مستدام إلى قطاع غزة. دي المرحلة الأولى أو الخط الأول في خريطة الطريق. من بعد ذلك البدء فورا زي ما قال السيد الرئيس في مفاوضات التهدئة ووقف إطلاق النار، ثم بعد ذلك المفاوضات الخاصة بإحياء عملية السلام والتأكيد على شرعية إقامة الدولة الفلسطينية، الحلم اللي احنا يعني بنناضل من أجله من سنوات طويلة جدا، إقامة دولة فلسطينية موحدة مستقلة وعلى حدود 4 من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. ده المطلب العربي اللي احنا كلنا متفقين عليه وفقا لمقررات الشرعية الدولية. السيد الرئيس قدم خارطة طريق واضحة المعالم للخروج من الأزمة. رسائل مهمة جدا اتكلم عنها السيد الرئيس، وأهم رسالة كلنا توقفنا عندها بلسان مبين زي ما السيد الرئيس، وأعاد هذه الجملة مرتين، يعني قال يا جمانة أؤكد للعالم بلسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة أبناء الشعب المصري فردا فردا أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث في كل الأحداث، في كل الأحداث، ولن يحدث على حساب مصر أبدا. كررها السيد الرئيس مرتين في رسالة طبعا للداخل، وفي رسالة أيضا للمجتمع الدولي، لأنه وهو بيتكلم وهو بيقول الكلمات دي بيقول أذكر العالم أنه لا نية أبدا لتصفية القضية الفلسطينية. محتاجين طبعا نقف كتير عند رسائل السيد الرئيس في كلمته، لأنها مهمة وواضحة وجاية في توقيت دقيق جدا. بكل تأكيد يا محمد، كلمة قوية. ومرة أخرى الموقف المصري موقف قوي، موقف واضح، لا يقبل المواربة ولا الجدال. لو هنتكلم على النجاحات والمكتسبات من هذه القمة، فأعتقد أن دي من أهم النجاحات والمكتسبات. وأعتقد أن القضية الفلسطينية هي مش قضية جديدة، هي قضية موجودة منذ عام 1948 ولم تحل حتى الآن. ويعني أعتقد أنه قمة أمس، قمة القاهرة للسلام، هتكون بداية حقيقية لتحريك هذه القضية مرة أخرى وإجبار العالم على إيجاد حل ليها، وده الهدف الأساسي اللي بتركز عليه جهود الدولة المصرية. تصبح على حضراتكم مرة تانية، صباح الخير عليكم، صباح الخير يا مصر.
بنجدد صباحنا على حضراتكم مره ثانيه في صباح الخير يا مصر. اكيد طبعا النهارده في الحلقه هيكون معانا اكتر من وقفه وحوارات مختلفه حول مخرجات قمه القاهره للسلام اللي عقدت بالامس. خلونا دلوقتي نصبح على زميلتنا دينا شرف ونعرف منها اخبار المرور والطقس في القاهره والمحافظات. صباح الخير جمانة، صباح الخير محمد، صباح السعادة والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. وفعلا كلنا يعني بنشعر بالحزن والوجع الشديد جدا على ما يحدث في غزة، واحنا متضامنين كلنا الشعب المصري. وكان من امبارح من قمة القاهرة الدولية وصلنا رسالة هامة جدا ان مصر هي عماد السلام في العالم كله، يعني ده واضح للاجمع دلوقتي او العالم كله او المجتمع الدولي يعي تماما أهمية مصر في السلام في منطقة الشرق الأوسط. بصبح عليكم، لكن خلونا دلوقتي نستعرض معاكم بعض أحوال المرور اللي في مناطق مختلفة من مصر، وهنبدأها معاكم جولتنا من القاهرة، وخصوصا ان احنا كمان يعني بداية الأسبوع دلوقتي بتكون في كثافات مرورية في أول يوم مع نهاية يوم العمل، أو خلونا نبدأ جولتنا كده تحديدا من نفق الأزهر اللي فيه انتظام للحركة المرورية وسط سيولة في الاتجاهين. بتظهر كمان كثافات مرورية على الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من أقاليم القاهرة عبر الطريق الزراعي. نفس الأمر المتجه من المنيب للأوتوستراد والتجمع، كمان في بعض الكثافات في الاتجاه العكسي القادم من المعادي لمناطق من الجيزة. كذلك الأمر اللي جاي من في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي. نروح بجولتنا لشوارع الجيزة، وفي سيولة مرية بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان. ولو رحنا بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة بدءا من نزلة كوبري فيصل حتى شارع التحرير هنلاقي فيه كثافات مرورية نسبية، وفي أيضا كثافات أخرى ظهرت أعلى كوبري الجامعة. ولو رحنا لمحور صفت فبيشهد كثافة مرورية بتزيد قبل إشارة جامعة القاهرة. ومعاكم نروح للإسماعيلية هنلاقي أن طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل ما بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم فيه سيولة مرية ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي ما بتأثرش على حركة الطريق. أما المتجه إلى بورسعيد ففي سيولة مرية في طريق الإسماعيلية بورسعيد. هنلاقي كمان في سيولة مرية كبيرة وخاصة على الطريق الدائري حول مدينة الإسماعيلية. ونروح معاكم لمحافظة سوهاج، واللي هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج اللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية. نمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية في سيولة مرية. في بعض الكثافات المرورية على نهر النيل وكمان الطريق المؤدي للجامعة. في أيضا كثافة نسبية أو في كثافات نسبية كمان عند طريق مستشفى جامعة سوهاج. كمان في كثافات مرورية بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. ومن جولتنا في شوارع مصر خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد. في شبورة مائية الصبح بتكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء. في فرص أمطار ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 30، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 37، وأقل درجة حرارة في كاترين 27 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل طبعا بعد شوية، لكن هرجع مرة تانية لمحمد وجمانة علشان نبدأ معكم فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دينا. شكرا. مشاهدينا بالعودة مرة أخرى لقمة القاهرة للسلام، سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح أمس فعاليات قمة القاهرة للسلام 2023 واللي دعت ليها مصر لبحث تطورات القضية الفلسطينية والتوصل إلى توافق تساقط مع المبادئ الدولية والإنسانية لخفض التصعيد ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتأكيد على أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع والدفع نحو تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط. القمة شارك فيها عدد كبير جدا من الملوك والرؤساء ورؤساء الوزراء ووزراء الخارجية ورؤساء عدد من المنظمات العربية والإقليمية الدولية. سيادة الرئيس أكد في كلمته على أنه يجب وقف التصعيد العسكري فورا تمهيدا للتهدئة ووصولا إلى حل عادل للقضية الفلسطينية. تعالوا نشوف مع حضراتكم كلمة سيادة الرئيس خلال قمة القاهرة للسلام. أصحاب الجلالة والسمو والفخامة، ملوك ورؤساء والملوك وأمراء
ورؤساء الدول والحكومات، أصحاب المعالي السادة رؤساء الوفود، الحضور الكريم. نلتقي اليوم بالقاهرة في أوقات صعبة تمتحن إنسانيتنا. قبل مصالحنا تختبر عمق إيماننا بقيمة الإنسان وحقه في الحياة، وتضع المبادئ التي ندعي أننا نعتنقها في موضع التساؤل والفحص. وأقول لكم بصراحة إن شعوب العالم كله، وليس فقط شعوب المنطقة، تترقب بعيون متسعة مواقفنا في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة، اتصالاً بالتصعيد العسكري الحالي منذ 7 أكتوبر الجاري في إسرائيل والأرض الفلسطينية. إن مصر تدين بوضوح كامل استهداف أو قتل أو ترويع كل المدنيين المسالمين، وفي الوقت ذاته تعبر عن دهشتها البالغة من أن يقف العالم متفرجاً على أزمة إنسانية كارثية يتعرض لها 1.5 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة. يفرض عليهم عقاب جماعي وحصار وتجويع وضغوط عنيفة للتهجير القسري في ممارسات نبذها العالم المتحضر الذي أبرم الاتفاقيات وأسس القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لتجريمها ومنع تكرارها، مما يدفعنا لتأكيد دعوتنا بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والمدنيين الأبرياء. ودعوني أتساءل بصراحة، أين قيم الحضارة الإنسانية التي شيدناها على امتداد الألفيات والقرون؟ أين المساواة بين أرواح البشر دون تمييز أو تفرقة أو معايير مزدوجة؟ إن مصر منذ اللحظة الأولى انخرطت في جهود مضنية أناء الليل وأطراف النهار لتنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين في غزة. لم تغلق معبر رفح البري في أي لحظة، إلا أن القصف الإسرائيلي المتكرر لجانبه الفلسطيني حال دون عمله. وفي هذه الظروف الميدانية القاسية اتفقت مع الرئيس الأمريكي على تشغيل المعبر بشكل مستدام بإشراف وتنسيق كامل مع الأمم المتحدة ووكالة الأونروا وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وأن يتم توزيع المساعدات بإشراف الأمم المتحدة على السكان في قطاع غزة. السادة الحضور، إن العالم لا يجب أن يقبل استخدام الضغط الإنساني للإجبار على التهجير، وقد أكدت مصر وتجدد التجديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء، إذ أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاءً لحلم الدولة الفلسطينية المستقلة وإهداراً لكفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية، بل وجميع الأحرار في العالم على مدار 75 عاماً هي عمر القضية الفلسطينية. ويخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني من يظن أن هذا الشعب الأبي الصامد راغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف. كما أؤكد للعالم بوضوح ولسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري فرداً فرداً، إن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث، وفي كل الأحوال
لن يحدث أبدا على حساب مصر. سأكرر وأؤكد للعالم بوضوح ولسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة جميع أبناء الشعب المصري فردا فردا، إن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث، وفي كل الأحوال لن يحدث على حساب مصر أبدا. الحضور الكريم، هل كتب على هذه المنطقة بأن تعيش في هذا الصراع للأبد؟ ألم يأن الوقت للتعامل مع جذر مشكلة الشرق الأوسط؟ ألم يأتي الحين لنبذ الأوهام السياسية بأن الوضع القائم قابل للاستمرار؟ وضع الإجراءات الأحادية والاستيطان وتدنيس المقدسات وخلع الفلسطينيين من بيوتهم وقراهم ومن القدس الشريف. إن مصر دفعت ثمناً هائلاً من أجل السلام في هذه المنطقة. بادرت عندما كان صوت الحرب هو الأعلى، وحافظت عليه وحدها عندما كان صوت المزايدات الجوفاء هو الأوحد، وبقيت شامخة الرأس تقود منطقتها نحو التعايش السلمي القائم على العدل. واليوم تقول لكم مصر بكلمات ناصحة أمينة إن حل القضية الفلسطينية ليس التهجير وليس إزاحة شعب بأكمله إلى مناطق أخرى، بل إن حلها الوحيد هو العدل بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة في تقرير المصير والعيش بكرامة وأمان في دولة مستقلة على أرضهم مثلهم مثل باقي شعوب الأرض. السادة الحضور، نحن أمام أزمة غير مسبوقة تتطلب الانتباه الكامل للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع بما يهدد استقرار المنطقة ويهدد السلم والأمن الدوليين. ولذلك فقد وجهت لكم الدعوة اليوم لنناقش معاً ونعمل على التوصل إلى توافق محدد على خارطة طريق تستهدف إنهاء المأساة الإنسانية الحالية وإحياء مسار السلام من خلال عدة محاور، تبدأ بضمان التدفق الكامل والآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية لأهل غزة، وتنتقل فوراً إلى التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار، ثم البدء العاجل في مفاوضات لإحياء عملية السلام وصولاً لأعمال حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة التي تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل على أساس مقررات الشرعية الدولية، مع العمل بجدية على تدعيم السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية للاطلاع بمهامها بشكل كامل في الأراضي الفلسطينية. الحضور الكريم، دعونا نوجه رسالة لشعوب العالم بأن قادته يدركون عزم المسؤولية ويرون بعيونهم فداحة الكارثة الإنسانية ويتألمون من أعماق قلوبهم لكل طفل بريء يموت بسبب صراع لا يفهمه، يأتيه الموت بقذيفة أو قذف، أو يأتي بطيئاً لجرح لا يجد دواءه أو لجوع لا يجد زاده. دعونا نوجه رسالة أمل لشعوب العالم بأن غداً سيكون أفضل من اليوم. شكراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
امبارح صدر بيان صحفي عن رئاسة الجمهورية بشأن قمة القاهرة للسلام، أكدت فيه الدولة المصرية على حفاظها دوما على موقفها الراسخ والداعم للحقوق الفلسطينية، والمؤمن بالسلام كخيار استراتيجي لا حيادة أو تراجع عنه أبدا، حتى تتحقق رؤية حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية اللتين تعيشان إلى جوار بعضهما البعض في سلام. أيضا شددت مصر على عدم القبول أبدا بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية على حساب أي دولة بالمنطقة، وأنها لن تتهاون للحظة في الحفاظ على سيادتها وأمنها القومي في ظل ظروف وأوضاع متزايدة المخاطر والتهديدات، مستعينة في ذلك بالله العظيم وبإرادة شعبها وعزيمته. كمان امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد على هامش قمة القاهرة للسلام مجموعة من اللقاءات مع عدد من زعماء العالم، من بينهم جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا، تناول كمان لقاء آخر مع شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي وأنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. على هامش قمة القاهرة للسلام والمنعقدة بالعاصمة الإدارية، والتي دعت الدول العربية والإقليمية والدولية للتشاور والنظر في سبل الدفع بجهود احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة، استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا، كما استقبل سيادته السيد شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، وكذا السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة. قمة القاهرة للسلام اللي استضافتها العاصمة الإدارية الجديدة شهدت مشاركة واسعة من زعماء وقادة دول العالم بهدف وقف الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية لهم وتوفير ممرات آمنة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية وأيضا رفض التهجير القسري للفلسطينيين. قمة القاهرة للسلام التي استضافتها العاصمة الإدارية الجديدة شهدت مشاركة واسعة من زعماء وقادة دول العالم في مسعى مشترك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية لهم وتوفير ممرات آمنة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، إلى جانب رفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء، وهو ما أكدت عليه كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح القمة. مكتسبات عديدة خرجت بها قمة القاهرة للسلام 2023 التي احتضنتها مصر بمشاركة دولية واسعة استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف مناقشة خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية والذي دخل أسبوعه الثالث. ومن خلال خطابات القادة والرؤساء المشاركين في أعمال القمة، حظى هذا المحفل الدولي بأهمية بالغة في توقيت شديد الحساسية، حيث أعادت القمة القضية الفلسطينية إلى الواجهة من خلال مصر صانعة السلام، التي دعت إلى العودة لطاولة المفاوضات بعد سنوات من هجرها. وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لحماية الشعب الفلسطيني وعقد مؤتمر دولي للسلام، مشدداً على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وفتح ممرات إنسانية. وقال أبو مازن في كلمته خلال قمة القاهرة للسلام إن إسرائيل تنتهك القوانين الدولية باستهداف المدنيين خاصة المشافي ومراكز الإيواء، محذراً من محاولات تهجير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومن أي عمليات طرد للفلسطينيين من بيوتهم أو تهجيرهم من القدس أو الضفة الغربية، كما شدد على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بالتهجير وسيبقى صامداً على أرضه مهما كانت التحديات، مضيفاً لن نرحل وسنبقى في أرضنا. كما أن أحد المكتسبات الأخرى التي حققتها قمة القاهرة للسلام هي إلقاء الضوء على جرائم الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة منذ نحو أكثر من أسبوعين من استهداف وقتل وترويع لكل المدنيين المسالمين.
القمة أيضاً وضعت خارطة طريق تستهدف إنهاء المأساة الإنسانية الحالية وإحياء مسار السلام من خلال عدة محاور تبدأ بالتدفق الكامل والآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية لأهل غزة، ثم التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار، ثم البدء العاجل في مفاوضات لإحياء عملية السلام وصولاً لأعمال حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة التي تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل على أساس مقررات الشرعية الدولية، مع العمل بجدية على تدعيم السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية للاطلاع بمهامها بشكل كامل في الأراضي الفلسطينية. في الوقت اللي تم فيه عقد قمة القاهرة للسلام كانت الشاحنات والمساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية بتعبر معبر رفح في طريقها إلى أهالينا في غزة، وأول شاحنة وصلت للقطاع كانت شاحنة تابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. تزامن دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مع عقد قمة القاهرة للسلام 2023، وهي القمة التي تطلعت فيها مصر إلى حشد كافة الجهود الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد وحماية المدنيين. وحرصت الدولة المصرية منذ اندلاع العدوان على غزة على إدخال المساعدات إلى القطاع بشكل عاجل للتخفيف من المعاناة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني جراء الاعتداء الإسرائيلي. وأوضح التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي أنه تابع تحرك المساعدات من خلال معبر رفح حتى وصولها إلى أهالي غزة، وكانت أول شاحنة تعبر إلى الجانب الفلسطيني هي شاحنة التحالف الوطني. ويبذل التحالف الوطني للعمل الأهلي جهوداً مكثفة منذ الساعات الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من أجل توفير الدعم للأشقاء في فلسطين، حيث تحركت 106 قاطرات تحمل كميات ضخمة من المساعدات الإنسانية إلى مدينة العريش. وتضم القاطرات 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية و50 ألف قطعة ملابس، بالإضافة إلى أكثر من 300 ألف علبة أدوية ومستلزمات طبية يرافقها طاقم طبي من كافة التخصصات. وعملت مصر خلال الأيام الماضية على حشد المجتمع الدولي كافة حول القضية الفلسطينية والتأكيد على ضرورة وقف العنف وخفض التصعيد بشكل كامل ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته التي تتعلق بضرورة إدخال مساعدات عاجلة إلى غزة والتعامل عبر المسارات السياسية والدبلوماسية بعيداً عن لغة العنف والسلاح التي لن تولد الأمن والاستقرار في الإقليم. مشاهدينا، فقرتنا مستمرة مع حضراتكم لغاية الساعة 10 صباحا، وما زال أيضا حديثنا وتغطيتنا لما يحدث في قطاع غزة مستمرة مع حضراتكم، لكن نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل معكم باقي فقرتنا في صباح الخير يا مصر. بنصبح على حضراتكم مره تانية، ودلوقتي جه معنا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وهيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون مائل للحراره نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد. معتدل الحراره على السواحل الشماليه، حار على جنوب الصعيد، والجو هيكون لطيف في اول الليل، مائل البروده في اخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وكمان في شبورة مائية الصبح تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء. في فرص أمطار ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وجنوب سيناء وسلاسل الجبال البحر الأحمر. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بكيف حالك؟ أهلا بحضرتك، حابين نطمن من حضرتك عن حالة الطقس النهاردة، وخصوصا إن احنا من امبارح كده الجو معتدل فعلا وفي أجواء نسمة الخريف الجميلة دي يعني موجودة بقالها كذا يوم معانا. بالفعل هو طبعا يمكن احنا من أمس وأول أمس دي استقرار تام في الأحوال الجوية، بنحس فترات النهار بارتفاعات طفيفة جدا في قيم درجات الحرارة بمعدل درجة لدرجتين،
عظمى على القاهرة الكبرى بتتراوح ما بين 29 إلى 30 درجة مئوية خلال فترة النهار، في زيادة كمان لفترات ارتفاع أشعة الشمس، فبالتالي بنحس بالأجواء الخريفية المائلة للحرارة على القاهرة الكبرى في الوجه البحري، محافظات شمال المقاولين، أجواء نقدر نقول معتدلة تماما على السواحل الشمالية، المحافظات المطلة على البحر المتوسط، أجواء حارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده بيكون فترة النهار وتحديدا فترة الظهيرة مع شدة أشعة الشمس. لكن فور غياب أشعة الشمس ودخلنا في فترات الجيل بتبدأ درجات الحرارة تنخفض بشكل تدريجي، لأن الصوت ده بيكون ملموس وملحوظ أكثر في ساعات الليل المتأخر، فترات الصباح الباكر اللي هي أوقات الفجر وقت الصباح الباكر، صح، أجواءها مائلة للبرودة. بدأنا نحس بانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، وهتظل درجات الحرارة منخفضة خلال فترات الليل. صغرى على القاهرة الكبرى بتسجل أحيانا 20 درجة مئوية، بعض الأماكن كمان المفتوحة وليها ظهير صحراوي بشكل كبير بتسجل درجات حرارة أقل من 20 درجة مئوية، فبالتالي هتظل اجواء فتره الليل اجواءها مائله للبروده في معظم محافظات الجمهوريه وخاصه المحافظات الشماليه. صحيح. ودايما كمان الظاهره الجويه اللي بتاثر في حالات الاستقرار في الاحوال الجويه هي الشبوره المائيه. طبعا بالضبط، لان الشبوره المائيه هتظل موجوده فترات الصباح الباكر، ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه القريبه من المسطحات المائيه، واللي ممكن تكون كثيفه احيانا على بعض الطرق المؤديه من والى محافظات مدن القناه سواحلنا الشماليه الشرقيه، بعض الاماكن كمان من وسط سيناء، شبوره مائيه كثيفه يعني انخفاض في الرؤيه الافقيه بشكل كبير، ويمكن كمان الشبوره في فصل الخريف كثافتها بتزيد بسبب انخفاض درجات الحراره فترات الليل. فمهم جدا ناخد بالنا من تكون الشبوره المائيه وهي بتتلاشى مع ارتفاع اشعه الشمس، يعني احنا تقريبا مع الساعه 8 صباحا تبدا الشبوره المائيه في الارتفاع وفي التلاشي بالظبط كده، بتبدا الرؤيه الافقيه تتحسن على اغلب الطرق. بالنسبه لفرص سقوط الامطار اللي موجوده معانا اليوم هي فرص ضعيفه، الامطار خفيفه على بعض الاماكن من سواحلنا الشماليه الشرقيه ومدن القناه، بعض الاماكن كمان من شمال محافظه البحر الاحمر وبعض الاماكن من وسط سيناء، لكن كلها امطار غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه، وزي ما قلنا هي فرص ضعيفه يعني ممكن نلاحظها في اماكن واماكن اخرى لا. هي الاحوال الجويه مستقره، يمكن كمان على مدار هذا الاسبوع كله هيكون في استمرار للاستقرار في الاحوال الجويه، هنلاحظ ان درجات الحراره فيها ارتفاع طفيف، يعني احنا متوقعين مع نهايه الاسبوع ان العظمى على القاهره الكبرى توصل ل 31 درجه مئويه في فتره النهار، هي ارتفاعات طفيفه بمعدل درجه لكن مش محسوسه بالشكل الكبير، لان فترات الليل هتظل معتدله خلال الايام المقبله ان شاء الله، الشبوره المائيه هتظل موجوده. فعشان كده النصيحه المهمه جدا في الوقت ده لازم ناخد بالنا من نوعيه الملابس، لان تغيير نوعيه الملابس بشكل كبير او تغيير درجه حراره الجسم خاصه لو احنا بنخرج فتره الصباح الباكر او بنرجع احنا فعلا دايما بناخد نصيحه حضرتك وبنعرضها للجمهور، ان احنا لازم في ساعات متاخره من الليل وفي الصباح الباكر لازم يكون معانا جاكيت خفيف كده علشان الجو بيختلف درجات الحراره وبتكون برد فعلا بالليل. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو مركز الاعلام بهيئه الارصاد الجويه، شكرا ليكي معانا. خلونا نتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبدأها من القاهرة العظمى 30 والصغرى 21، العاصمة الإدارية 30 و21، الإسكندرية 29 20، العالمين الجديدة 29 19، مطروح 27 19، دمياط 29 21، بورسعيد 28 22، الإسماعيلية 31 21، السويس 31 21، العريش 29 22، كاترين 27 11، طابة 29 21، حلايب 31 24، شلاتين 34 23، شرم الشيخ 32 24، الغردقة 33 23، الفيوم 31 18، بني سويف 31 17، الوادي الجديد 33 16، أسيوط 31 18، سوهاج 32 18، قنا 35 20، الأقصر 36 19، وأخيرا أسوان 37 21. حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس، لكن نخلي بالنا كمان أكدت الدكتورة منارة على أن في شبورة مائية بتكون في الساعات الأولى من الصباح، ناخد بالنا لسائقي السيارات على الطرق السريعة والزراعية والصحراوية. هرجع مرة تانية لمحمد وجمال عشان نكمل معك فقرة صباحية مصر. شكرا لك دينا. شكرا. امبارح مشاهدينا تم دخول 20 شاحنة مساعدات لأشقائنا في غزة عبر معبر رفح،
الشحنات دي كانت محملة بمواد إغاثية وغذائية وأدوية لازمة، ومن المقرر كمان تجهيز عدد آخر من الشاحنات لدعم أهلنا في غزة اللي بيعانوا من نقص شديد جدا في الدواء والأغذية والمستلزمات الطبية بالإضافة للوقود. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الأستاذ خالد الشرقاوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التموي. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. وبعد التحية لو حضرتك تكلمنا عن الشاحنات اللي دخلت غزة أمس. صباح الخير يا فندم. الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى تم دخول 20 شاحنة محملة بالأدوية إلى قطاع غزة امبارح، كان بمساعدة المتطوعين المختصين بالتحالف الوطني العمل الأهلي التنموي، وكان من ضمنهم عشرات من المتطوعين مؤسسة صناع الخير. كنا بنشتغل معتصمين بقالنا أكثر من 8 أيام أمام المعبر، متضامنين مع أهلنا داخل قطاع غزة لفتح المعبر بشكل آمن لدخول المساعدات اللي بتتمثل في أكثر من 2000 طن واقفين أمام المعبر منتظرين لحظة دخولهم. طيب أستاذ خالد، حابين نعرف من حضرتك أكثر على محتويات هذه الشاحنات، يعني هل كان في أولوية أكثر للمستلزمات الطبية والأدوية ولا المواد الغذائية؟ ما حوته هذه الشاحنات امبارح؟ طبعا كانت الأولوية الأدوية اللي كان محتاجينها أهلنا داخل قطاع غزة، لكن كل الحاويات تحتوي على أنواع مختلفة من المساعدات، تتمثل في الأدوية، في المواد الغذائية، في المساعدات الطبية اللي خاصة بأجهزة التنفس أو صناعات الأكسجين، كمان في البطاطين، في المواد الجافة، في الملابس، في العديد من المساعدات اللي موجودة داخل القوافل اللي بتتمثل في 106 قافلة واقفين أمام معبر رفح. يعني تقريبا كم طن مساعدات دخل امبارح إلى قطاع غزة؟ هو اللي دخل كل امبارح 20 قطرة كلها محملة بالعديد من الأدوية والمستلزمات الطبية والحاجات اللي خاصة بالحروق والإسعافات الأولية. طيب أستاذ خالد، برضو حابين نعرف من حضرتك، يعني هل في أي أنباء أو أي أخبار عن دخول شاحنات جديدة عبر معبر رفح ولا لا؟ وكمان سؤال آخر لحضرتك، حضرتك بتقول كنتوا معتصمين لمدة 8 أيام أمام معبر رفح، عرفتوا إمتى أنه هيتم إدخال هذه المساعدات؟ إحنا كنا طبعا في إن شاء الله يعني يتم التحضير والتجهيز لعبور عدد آخر من الشاحنات بالتنسيق مع الجهات المسؤولة، إن شاء الله يكون تقريبا في حدود 17 شاحنة تتحرك خلال الساعات القادمة بإذن الله. إحنا كمعتصمين كنا متواجدين أمام المعبر بشكل دائم على مدار ال 24 ساعة في جاهزية تامة، وكل متطوعين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي منتظرين لحظات اعطانا إشارة بس إن إحنا ندخل المساعدات للمعبر، رغم إحنا اصطفينا وقفنا أكتر من يعني هو في خبر إنه خلال ساعات إن شاء الله وصل لحضراتكم خبر إنه خلال ساعات هيتم إدخال هذه الشاحنات 17 شاحنة زي ما حضرتك قلت. بننتظر هذا ان شاء الله، ننتظر التعليمات كده باذن الله. طب استاذ خالد، يعني التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي الحقيقه بيقدم ملحمه كده انسانيه، حابين نعرف من حضرتك ازاي بيتم التنسيق ما بين اعضاء هذا التحالف، يعني في جهات كتيره جدا عايزه تدعم اشقائنا في فلسطين، ازاي بيتم التنسيق ما بين مختلف الجهات عشان نوصل المواد الاغاثيه لاهلنا في غزه؟ التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بيعمل ملحمه داخل رفح، ودي حاجة يعني بتتحقق لأول مرة إنه يجمع العديد من المؤسسات الكبرى داخل مصر في أكثر من 35 جمعية، وينضم لها الكثير من الجمعيات والمؤسسات الخيرية ومؤسسات العمل التنموي تباعا. طبعا احنا كل مؤسسة منها مثلا مؤسسة صناع الخير بتفتح منافذ التبرع لصالح أهالينا داخل قطاع غزة على خطوطها الساخنة على رقم 1501، كذلك كل المؤسسات لها على حساب 200 200، كل المؤسسات بتتشابك مع بعضها ويتم التنسيق من خلال التحالف الوطني لتوفير الاحتياجات اللازمه والضروريه لاهلنا داخل قطاع غزه ووصولها امام المعبر. كل المؤسسات ومنها مؤسسه صناع الخير فتح بابها للتبرع. كمان احنا اعلنا على قبول كل الطلاب الفلسطينيين اللي بيدرسوا في الكليات التكنولوجيه لمؤسسه صناع الخير، هترعاهم خلال الاربع سنين الجايه وتتكفل بكافه المصاريف اللازمه ليهم.
استاذ خالد، الحقيقه واحنا بنتكلم يعني عن ادخال المساعدات، احنا شايفين منظومه كامله من العمل على قدم وساق، من بدء طبعا عمليه التصعيد في غزه، وشايفين كمان زي ما حضرتك قلت يعني متطوعين موجودين، عمال موجودين عند المعبر، سائقين موجودين عند المعبر. عايز اعرف من حضرتك يعني الكواليس للدقائق قبل ادخال هذه الشاحنات امس عبر معبر رفح، فكرة الوجود والتواجد عند معبر رفح، طبعا في لو هنتكلم حتى ظروف الجو، الظروف نفسها ما كانتش سهلة، البيات أو الإقامة في خيم كمان أكيد ما كانتش سهلة، يعني لو حضرتك تنقل للسادة المشاهدين الصورة يا فندم. احنا تواجدنا أمام المعبر كمتطوعين عن التحالف الأهلي العام الأهلي التنموي، كنا بنوجه رسالة للعالم كله ولشعوب العالم إنها تضغط على حكوماتها من أجل وقف نزيف الدم داخل قطاع غزة. كنا بنوصل رسالة لأهلينا داخل قطاع غزة إن احنا متضامنين معهم بعدم تهويد القضية الفلسطينية وتصفيتها على حساب دول أخرى. كمان احنا موجودين أشقائنا داخل قطاع غزة كتف بكتف لتوصيل المساعدات ليهم مهما كان الزمن، لما متناسين كل الظروف الصعبة اللي احنا متواجدين فيها سواء في المعيشة سواء في الغذاء، كل ده بننساه مقابل لحظة دخول أي شاحنة لأهلينا قطاع غزة للتخفيف عنهم. الجهود طبعا مستمرة خلال الأيام اللي جاية إن شاء الله، وحنشوف طبعا إدخال شاحنات أخرى بإذن الله خلال الساعات القادمة زي ما حضرتك قلت، يعني من المنتظر يبقى في دخول لحوالي 17 شاحنة. حابين نعرف التنسيق مع الجانب الآخر الفلسطيني، الجانب الآخر من المعبر بيتم إزاي لتوزيع هذه المواد الإغاثية؟ طبعا يتم التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني لاستلام ورعاية اليو ان لاستلام المعونات الممنوحة لأهالينا وهديانا الممنوحة لأهالينا داخل قطاع غزة، ويتم تنظيمها وتوزيعها على المناطق الأشد احتياجا داخل غزة. بنشكر حضرتك طبعا جزيل الشكر الأستاذ خالد الشرقاوي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومستمرين مع حضراتكم في استعراض تحديدا المساعدات اللي بيقدمها التحالف الوطني للعمل الاهلي لاهالينا في غزه. والحقيقه يمكن هذه المساعدات بتركز على الاغذيه سهله التحضير، الاحتياجات العاجله المتعلقه بالمواد الاغاثيه والطبيه. تابعنا امس دخول 20 شاحنه، والنهارده من المنتظر ايضا زي ما كان استاذ خالد بيقول لنا وافدنا في المكالمه دي انه من المنتظر ان شاء الله خلال ساعات دخول 17 شاحنه اخرى. هنعرف تفاصيل اكثر جمانة ومشاهدينا مع الاستاذ عصام عبد الرحمن عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي. صباح الخير على حضرتك استاذ عصام. صباح النور على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين. عايزين في البدايه نعرف من حضرتك ما تم ادخاله بالامس من مساعدات اغاثيه لاهالي اهلنا في غزه حتى الان، وايه هي الاولويات الخاصه اللي محتاجها كل مواطن في غزه؟ الحقيقه يعني استجابه لضغوط القياده السياسيه، و يعني بعد اسبوع كامل من الوقوف امام المعبر امبارح كانت الانفراجه الاولى في ملف دخول المساعدات المصريه لاهالينا في غزه. التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي كان مبادر ومستجيب بشكل سريع جدا لتوجيهات السيد الرئيس باهميه التحرك السريع لدعم اهالينا من خلال قافله مساعدات كبيره. كان في 106 شاحنة متحركة وموجودة قدام المعبر لأيام طويلة. كان فريق عمل التحالف من خلال مؤسسات ومتطوعي موجود أمام المعبر. امبارح بدأت أول 20 شاحنة تدخل للمعبر. كان في أولوية للأدوية وخصوصا الأدوية المطلوبة بشكل ملح، أدوية الحروق من الدرجة الأولى وكمان المضادات الحيوية، المسكنات، مستلزمات غرف العمليات. دي الحقيقة اللي كانت لها أولوية امبارح في الدخول باعتبار أنه الاحتياج الشديد ليها على وجه السرعة. وكان في كمان بعض المواد الغذائية. النهارده ان شاء الله متوقعين انه تدخل كميات جديده. التحالف بيشتغل بفكر يعني استراتيجي شويه وبيشتغل بتلبيه الاحتياجات بشكل اساسي. كان في
تدقيق في نوعية المواد الغذائية اللي بيتم دعم أهلنا في غزة بيها، على سبيل المثال الاستبدال الشكل التقليدي للمواد الغذائية بمواد غذائية معلبة سهلة الاستخدام وسريعة الاستخدام لمراعاة الظروف. ما بتحتاجش مثلا ثلاجات الحفظ أو حاجة عشان ما تفسدش أو يحصل أي مشكلة فيها، خصوصا كان في أيام كتير احنا انتظرنا لغاية إدخال الشاحنات، فبنلجأ أكتر للعبوات أو المواد الغذائية المعلبة أكتر. بالضبط كده، والفئة المعلبة بالنسبة لنا يعني بيبقى ليها أكتر من هدف، يعني بداية مهتمين قوي انها تكون محافظة على قيمتها الغذائية، على اساس انه القيمة الغذائية للمستفيد تكون يعني معلش يا فندم استاذ عصام، يعني اظن المقاطعة لو تقول لنا مثلا زي ايه، يعني لو تقول لنا بشكل كده مفصل ما تحتويه كرتونة المساعدات اللي جهزها التحالف الوطني لعمل الاهلي التنموي للدخول لاهالينا في قطاع غزة. طيب التحالف بيدي أولوية في تكوين الكرتونة اللي بيقدمها لأهالينا في غزة للمعلبات سهلة الاستخدام، زي ما قلنا زي مثلا معلبات الفول والتونة والمعلبات اللي من ناحية حفظها سهل، ومن ناحية الثانية قد لا تحتاج إلى يعني وقود أو يعني طهي بالضبط كده، على أساس إن إحنا يبقى في مراعاة للظرف. إحنا شايفين انه اهالينا في غزه المنكوبين واللي المفترض انه هيستفادوا بشكل مباشر من الخدمات دي معظمهم شرد من بيوتهم وهيبقوا تحت رعايه الأونروا في مدارس الأونروا او في مناطق التجمعات، فبالتاكيد هيصعب عليهم انهم يجهزوا نار او يطبخوا، فكان لابد انه المعلبات تبقى قريبه من او سهله للاستخدام ليهم طبعاً. وفي نفس الوقت تحافظ على القيمه الغذائيه للوجبه بالتاكيد. يعني يجب كمان مراعاه الظروف، يعني زي ما حضرتك بتقول، يعني اهالينا في قطاع غزه دلوقتي عندهم مشكله في الكهرباء، في مشكله في الميه، في مشكله في الوقود، فبكل تاكيد كان لازم نراعي كل هذه الظروف عشان نقدر ان احنا زي ما حضرتك تحدثت يا فندم نقدر ان احنا ندخل لهم على قد ما نقدر مساعدات غذائيه، وهنتكلم تحديدا الغذائيه، حاجات تقدر تفيدهم وتحافظ على القيمه الغذائيه ويقدروا فعلا يستخدموها. بالظبط، فانه الحقيقه برضو بالنسبه لنا كان مهم قوي ان احنا نراعي الظرف طبعا. ظرف النقل للمواد الغذائيه نفسها، احنا بنتحرك المساعدات بتقعد ايام وما احناش ضامنين التوقيت الدخول بشكل سريع وتوقيت استفادة المستفيدين بشكل حاسم، وبالتالي كان لابد ان احنا نختار مواد غذائيه تمام. يعني تتناسب مع الظروف دي وتكون كمان يعني سهل انها يتم الاحتفاظ بها احيانا لايام طويله داخل الشاحنات. ونقطه مهمه حضرتك قلت عليها دلوقتي واكدت عليها، فكره انه تبقى ليها قيمه غذائيه كمان، يعني قيمه غذائيه تساعد المواطنين واهلنا في غزه في الظروف الصعبه دي. انا حابب ارجع مع حضرتك تاني للمستلزمات الطبيه والادويه، لان دي نقطه في منتهى الاهميه. احنا بنتكلم على شبه انهيار كامل للقطاع الصحي في غزة، في مستشفيات كتيرة جدا خارج الخدمة، في عدم وجود مستلزمات طبية بسيطة جدا لإجراء العمليات، يعني في نقص للبنج للمسكنات لغيره. دي أولوية قصوى دلوقتي مهمة جدا لإنقاذ حياة الناس وعلاج المصابين والجرحى في غزة. قبل الحقيقة كل المستلزمات دي في الدم، في الاحتياج شديد للدم. زي ما قلت لحضراتكم التحالف الوطني مع بداية إطلاقه لحملات الدعم واستجابته وتحركه للدعم كان بيشتغل بشكل مخطط، كان بيشتغل بشكل يعني مدي أولوية للاحتياجات السريعة والعاجلة وبعدها الاحتياجات المتوسطة في الاحتياجات البعيدة. على سبيل المثال وزي ما حضراتكم ذكرتوا طبيعة الأدوية اللي بيتم جمعها وطبعا مدة صلاحيتها وطرق نقلها، كل دي كانت عوامل التحالف. مفهوم يا فندم. طيب سريعا جدا يا استاذ عصام، لو يعني في حال ان شاء الله النهارده تم تاكيد دخول شاحنات اخرى لقطاع غزه، هتكون نفس المحتويات ولا هتكون محتويات مختلفه؟ بالتاكيد هيبقى النهارده الاهتمام الاكثر بالنواحي الغذائيه وكمان البطاطين، لانه الحقيقه كمان احنا شايفين
انه زي ما الكاميرات التلفزيون بتجيب معظم اهالينا في مدارس واماكن تجمع، المستلزمات الرئيسيه ما فيهاش، في بيوت اتهدمت بكل مستلزماتها، فعشان كده كان لابد ان احنا نتحرك كمان صحيح. على احتياجات للبطاطين وقبلها الاحتياجات الغذائيه، لانه امبارح الكميات اللي دخلت من المواد الغذائيه بالتاكيد ما هياش كافيه ابدا 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 حسب النسب اللي اهالينا كانوا محتاجينها طبعا، وبتكون الاولويه للاحتياجات المتعلقه بالقطاع الصحي. طبعا بشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذ عصام عبد الرحمن عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي والتموي. بكل تاكيد يعني مصر زي ما احنا بنقول مصريين كمان حتى والمتطوعين امام معبر رفح، وقت ما يعني خلاص هيتم التأكيد بعبور الشاحنات هيكونوا موجودين طول الوقت، كل الاحتياجات اللي أكيد محتاجينها أهلينا في قطاع غزة هي موجودة. هنفضل دايما كل يوم نشكر ونوجه كده تحية وشكر وتقدير على الهوى لكل أهلنا اللي موجودين هناك، الشباب اللي موجود، كل عامل واقف بيحضر كرتونة أو كل سائق موجود لشاحنة موجود في معبر رفح. أنتوا بالفعل بتقدموا مثل رائع جدا في الشهامة المصرية وفي إغاثة الملهوف اللي هو قيمة كده مهمة جدا في حياتنا. فكل تحية لكل من يعمل في التحالف الوطني التنموي الأهلي. نروح دلوقتي مباشرة ونشوف موجز الثامنة مع الزميلة دينا شرف ومعاها آخر الأخبار الثامنة صباحا مع دينا شرف. إليك دينا. شكرا لك محمد. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة عدم قبول العالم استخدام الضغط الإنساني للإجبار على التهجير، مجددا تأكيد مصر على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء. وخلال افتتاحه قمة القاهرة للسلام بالعاصمة الإدارية الجديدة، شدد الرئيس السيسي على أن التهجير القسري ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء لحلم الدولة الفلسطينية المستقلة، لافتا إلى أن تصفية القضية الفلسطينية لن تكون أبدا على حساب مصر. وأشار الرئيس السيسي في كلمته إلى أهمية الانتباه الكامل للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع بما يهدد استقرار المنطقة ويهدد السلم والأمن الدوليين، لافتا إلى أهمية العمل على خارطة الطريق لإنهاء المأساة الإنسانية وإحياء مسار السلام. أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا أكدت فيه أن مصر سعت من خلال دعوتها إلى قمة القاهرة للسلام إلى بناء توافق دولي عابر للثقافات والأجناس والأديان والمواقف السياسية يدعو إلى وقف الحرب الدائرة التي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأضاف البيان أن مصر تطلعت أيضا إلى أن يطلق المشاركون نداء عالميا للسلام يتوافقون فيه على أهمية إعادة تقييم نمط التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية، وبحيث يتم الخروج من رحم الأزمة الراهنة بروح وإرادة سياسية جديدة، وتمهد الطريق لإطلاق عملية سلام حقيقية وجادة تفضي خلال أمد قريب ومنظور إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. شارك نحو 100,000 شخص في مظاهرة لدعم الفلسطينيين بوسط لندن للمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة. وتحرك المتظاهرون رافعين لافتات الدعم والأعلام الفلسطينية بأنحاء لندن قبل أن يتجمعوا خارج 10 داونينج ستريت حيث المقر الرسمي ومكتب رئيس الوزراء ريشي سوناك، ورفعت المظاهرة شعار المسيرة الوطنية من أجل فلسطين ونظمتها حملة التضامن مع فلسطين. استشهد 10 فلسطينيين على الأقل وأصيب العشرات جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمقهى وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. كما قصفت طائرات الاحتلال مسجدين في مخيم جبلية شمال قطاع غزة. وفي وقت سابق استشهد 5 مواطنين في قصف منزل في حي الزيتون شرق غزة، فيما انتشلت 5 جثامين
من تحت أنقاض منزل آخر في الحي ذاته يعود لعائلة ياسين، كما استشهد 8 مواطنين في قصف لطائرات الاحتلال استهدف مطعما في سوق مخيم النصيرات وسط غزة. أعلن نائب السفير الروسي في الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي اعتزام بلاده طلب عقد اجتماع آخر لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع الإنساني في غزة والتصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين. هذا وعقد الاثنين الماضي اجتماع بطلب روسي بشأن نزاع، لكن مشروع قرار اقترحته موسكو يدعو إلى وقف إطلاق النار أجهض بسبب معارضة 4 من أعضاء المجلس من بينهم الولايات المتحدة الأمريكية التي انتقدت النص. وأكد بوليانسكي أن روسيا ستطلب عقد اجتماع جديد لمجلس الأمن مشددا على أنه لا يجرؤ أحد غير روسيا على القيام بذلك. قالت الممثلة الخاصة لليونيسيف لدى فلسطين لوتشيا ألمي إن 1 مليون طفل في غزة بحاجة عاجلة للحماية، وطالبت مسؤولة اليونيسيف بوقف إطلاق النار لإيصال المساعدات المستدامة إلى غزة، مضيفة أن فريق عمل المنظمة الأممية يحتاج إلى إدخال الوقود فورا إلى قطاع غزة، وشددت على أن المأساة الإنسانية في القطاع مستمرة ويجب أن تتوقف فورا. حذرت 5 وكالات تابعة للأمم المتحدة من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة بات كارثيا، مؤكدة أن المستشفيات تضيق بالجرحى وأن الأطفال يموتون بوتيرة مقلقة. ودعت تلك الوكالات المجتمع الدولي إلى القيام بالمزيد لمساعدة سكان غزة. أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنها تعتزم تكثيف ضرباتها على غزة استعدادا للمرحلة المقبلة من الهجوم على القطاع. منذ بداية التصعيد الأخير بين الإسرائيليين والفلسطينيين شنت إسرائيل غارات جوية مدمرة وقصفا كثيفا على القطاع، كما حشدت حجرات الآلاف من جنودها ومئات من دباباتها على طول الحدود مع غزة تمهيدا لعملية برية محتملة. ختام موجز 8 فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. سائقو الشاحنات هم أبطال الشاحنات اللي عبرت إلى معبر رفح بقالهم أيام طويلة جدا أمام المعبر، رفضوا الرجوع من غير ما تدخل المساعدات الإغاثية لأشقائنا في قطاع غزة. تعالوا مع حضراتكم نتعرف أكتر على كواليس الخاصة بإدخال المساعدات من لسان الأبطال نفسهم، من سائقي شاحنات المساعدات الإنسانية. اللحظة دي كانت من اللحظات يعني المفرحة جدا لنا كمصريين امبارح قبل انعقاد القمة مباشرة بدقائق قليلة، شفنا المشهد ده على شاشات التلفزيون، دخول 20 شاحنة من الجانب المصري إلى قطاع غزة. الناس شفنا صورة حلوة قوي امبارح، الناس سجدت شكرا على طول. صحيح. أول ما كمان تبان حتى الهتافات، يعني الله أكبر وسجدوا. صحيح. يعني الهتافات اللي كانت موجودة هناك وكنا سامعينها، وحتى السائقين يعني واحنا شايفين فرحتهم ورفع علامة النصر واستعدادهم، كل واحد عايز يسابق ان هو يبادر بإدخال الشاحنة ومش مهتم تماما بأي ظرف هناك، حتى أكيد ظرف أمني، لأنه أكيد يعني احنا يعني إنسان بني أدمين أكيد هيبقى فيه حتى ولو يعني ذرة قلق حتى ما يحدث في قطاع غزة. لكن خلينا نروح مرة أخرى للأستاذ إيهاب أشرف، إن شاء الله يكون معنا والاتصال جيد. صباح الخير يا أستاذ إيهاب. صباح الخير يا فندم. صباح الفل، أهلا بيك وبنحييك. ويعني الحقيقة يعني حضرتك وكل زملائك رفعتوا راسنا واكدتوا على يعني يمكن حاله الحماس اللي جوانا كلنا وحاله التعاون اللي كلنا نفسنا كان نبقى معاكم هناك، واحنا شايفينكم سعداء كمان بادخال هذه الشاحنات. كلمني عن الحاله اللي كانت موجوده وانتوا قاعدين هناك لاكثر من 8 ايام في الظروف دي، برد وسامعين القصف في قطاع غزه. كلمني على كل الكواليس والظروف اللي انتوا كنتوا فيها يا استاذ ايهاب. والله يا فندم احنا الحمد لله يعني ملتزمين وصامدين يعني وايد واحده كلنا ان شاء الله، واحنا واقفين خلف القياده بتاعتنا ان شاء الله باذن الله، وربنا يسهلها ونقدر ندخل بقيه المساعدات ان شاء الله.
لاخواتنا في فلسطين باذن الله، والحمد لله دخلوا امبارح 20 عربيه تمام، وان شاء الله ممكن يكون في قافله ثانيه ان شاء الله النهارده 20 او 30 عربيه ان شاء الله يدخلوا بالسلامه ان شاء الله، وربنا يعيننا ان شاء الله رب نقدر ندخل المساعدات دي على خير باذن الله، واحنا صامدين ان شاء الله ومنتظرين ان شاء الله احنا ندخل المساعدات دي بخير باذن الله. باذن الله ان شاء الله. احنا بنحييك وبنشد على ايدك استاذ ايهاب، يعني فعلا عمل انساني رائع جدا، وزي ما كنا تابعنا عايزك تقول لي اكتر وتكلمني على الصعوبات اللي بيواجهها سائق شاحنه. احنا بنشوف شاحنات طبعا بحمولات كبيره جدا من الاطنان، الموضوع مش سهل ومش يسير، طريق طويل جدا، طريق كمان حتى للدخول داخل قطاع غزه كان في مشكله كبيره جدا في تعبيد وتمهيد الطريق للوصول للجانب الفلسطيني. المشكلات دي بتواجهها ازاي كسائق شاحنه؟ والله يا فندم احنا الحمد لله يعني فضل من رب العباد علينا، يعني ربنا دي تبقى يعني من عند ربنا الحمد لله، احنا بنعمل العين والباقي على الله، ولكن ارجع واقول لك يعني كلنا بنكون ايد واحده، حتى لو في واحد قابلته مشكله ولا حاجه تلاقي اخوات السواقين برضه اللي هم حوالين منه قدامه ووراه بيقفوا معاه وبنساعده، لو في اي مشكله في العربيه، في اي مشكله في حاجه، في اي مشكله في الطريق بنحاول ان احنا نصلحها قدام العربيه برضه عشان خاطر نسهل الامور ان شاء الله لدخول المعونات بالسلامة بإذن الله، وربنا يعيننا يا رب إن شاء الله. بقالك كم يوم هناك؟ احنا بقالنا إن شاء الله كده بقالنا بالظبط إن شاء الله بقالنا 8 أيام النهارده أو 9 أيام. 8 أيام. إيهاب قول لي بقى يعني أنت وزمايلك تقريبا كام سائق كده هناك؟ وعايزك برضو تحكي للسادة المشاهدين بعد ما يعني ما عديتوا بقى، يعني عديتوا خلاص بمعبر رفح وخلال إيصالكم لهذه الشاحنات أو توصيلكم للشاحنات اللي معاكم. حاليا احنا قدام المعبر لا يقل عن 70 80 عربيه واقفين قدام البوابه بالظبط، غير العربيات اللي هي بره يعني قبل البوابه بشويه، يعني قبل الكمين اللي هو في داخلتك على بوابه رفح، برضه في عربيات واقفه كتير، في عربيات ثانيه برضه واقفه في العريش، يعني الحمد لله المعونات موجوده وبزياده، بس ندعي ان الله ان ربنا يسهلها والامور تمشي ان شاء الله يا رب. يعني كم سائق كده تقريبا يا ميهر؟ احنا حاليا هنا قدام المعبر هنا يعتبر 70 80 سائق. طيب عم ايهاب كلمني على الحاله اللي عندك، يعني دلوقتي انت طبعا بتسوق الشاحنه، لكن اظن كل واحد موجود هناك بيساعد التاني، كل الشباب المتطوع، السائقين، العمال اللي موجودين، كلكم بتساعدوا بعض في تعبئه الكراتين، في توضيب زي ما بيقولوا كده الشاحنه وملي الشاحنه بالمساعدات. الحاله اللي عندك احنا محتاجين نحسها اكتر، نهلنا كده، ايه اللي كان بيحصل؟ والله يا فندم اللي كان بيحصل لما كان بيكون في مثلا يعني يقولوا في عربيه داخله، بنشوف اي عربيه ثانيه يعني يكون عربيه داخله منهم لو فيها مكان فاضي بنحاول ان احنا نكملها من العربيات اللي هي واقفه لسه مش داخله دلوقتي، وبندور برضه على الحاجات اللي هي المهمه زي مثلا ميه، زي اجهزه طبيه، الحاجات دي بنحاول ان احنا ندخلها في اول قافله اللي دخلت امبارح، برضه القافله ان شاء الله هتدخل النهارده، برضه بندور في اي عربيه تكون فيها اي عجز في الكميات بنكملها من العربيات اللي لسه ما جاش لها دور انها تدخل بالسلامه ان شاء الله، بحيث ان احنا نحاول ان احنا ندخلهم اكبر كميه مع اي عربيه داخله. طبعا ايهاب قول لي انت كنت من ضمن القافله اللي دخلت اللي عدت من المعبر؟ لا انا من القافله ان شاء الله هتدخل باذن الله النهارده ان شاء الله. طبعا يعني احنا مستنيين ان شاء الله تاكيد موعد عبور الشاحنات عبر معبر رفح لقطاع غزه. مشكورك جزيل الشكر طبعا استاذ ايهاب اشرف سائق احدى شاحنات المساعدات، تورتنا في صباح الخير يا مصر، وكل التحيه ليك ولزملائك اللي موجودين والمرابطين عند معبر رفح لايصال المساعدات لاشقائنا في قطاع غزه. حالا ابطال موجودين فعلا على المعبر، تعالوا معنا كمان دلوقتي على الهواء حسن الحسيني، هو احد سائقي شاحنات المساعدات الانسانيه. حسن بدايه قول لنا كده بعد ما بنحييك طبعا وبنقول لك صباح الخير، قول لنا كده انت عبرت مع الشاحنات امبارح، لو دخلتوا القطاع ولا لسه النهارده ان شاء الله لو تم عبور الشاحنات هتكون سائق احد هذه الشاحنات. صباح النور يا فندم، مصبح على كلكم. والله ان شاء الله انا من ضمن القافله اللي هتعبر النهارده باذن الله لسه، لان القافله اللي عبرت امبارح كانت محمله ادوات طبيه واكفان وبحثين اللوازم اللي هم كانوا محتاجينها ولازم تخش. طب قول لي قلنا نكملها امبارح وكملناها ودخلناها الحمد لله. الحمد لله. النهارده ان شاء الله هندخل بقى بقيه
القافله المواد الغذائيه والميه وال وان شاء الله برضو في بطاطين ان شاء الله ان شاء الله يعني باذن الله ربنا يسهل ونخش النهارده ان شاء الله يا رب. اللهم امين اللهم امين. طب قول لي يا عم حسن بقى انت وزمايلك يعني زمايلك اللي كانوا ضمن قافله امبارح اللي كانوا ضمن السائقين اللي وصلوا المساعدات الاغاثيه يعني حكوا لكم ايه لما عدوا معبر رفح؟ ايه اللي حصل يعني؟ هل كانت الطرق مثلا ممهده؟ ايه اللي كان ايه الوضع هي كان ايه؟ ايوه يا فندم الطرق كانت بايظه طبعا واتصلحت وبقت تمام تمام ورجعوا في امان الحمد لله واحنا ان شاء الله باذن الله احنا صامدين لاخر نفس فينا يعني. ربنا يكرمكم يا رب والله. الظروف اللي بتشتغل فيها وقاعد فيها يا حسن كلمنا عنها اكتر يعني. ناس كتير جدا فاكرين ان الموضوع سهل، هو مجرد يعني قياده شاحنه وادخالها من نقطه لنقطه تانية، لكن في ظل الظروف دي واحنا بنشوف على الشاشات لا الموضوع صعب جدا والموضوع ما هواش بالسهوله دي. حابب منك على الهوا تقول للناس وتقول للشارع المصري قد ايه انتوا بتتعبوا وقد ايه بتواجهوا صعوبات عشان توصلوا المساعدات الانسانيه لاهلنا في غزه. لا احنا بنتعب والله فعلا بنتعب جامد، بس مش هيجي حاجه جنب اهالينا اللي في غزه وفلسطين واللي بيحصل لهم يعني. احنا نستحمل اي حاجه عشان خاطرهم برضه. ده كلام عظيم. احنا هنا التواضع، احنا هنا يعني احنا واقفين في امان، احنا واقفين في امان، بس برضه بيبقى في قلق طبعا يعني. ممكن تقوم تصلي الفجر تلاقي في ضرب، بس الضرب بعيد عنا. طبعا طبعا. طب بما انك اتكلمت في النقطه دي يا ام حسن، يعني هل في حد مثلا، وعلى فكره ده شعور انساني يعني وارد انه يحصل، هل مثلا حد من زمايلك حس بقلق، حس بتوتر وهو داخل ضمن قافله امس لايصال المساعدات دي؟ هل كان في قلق او توتر؟ لا 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 مش قلق خالص. مش عايز اقول لك ان القافله اللي جايه والقافله اللي موجوده اللي كل اللي جايين دول ما فيش واحد فيهم حاسس بقلق. لو واحد حاسس بقلق عمره ما هيطلع ويركب عربيته ويتوكل على الله. طب عم حسن انت في نقطه زي بيقولوا كده نقطه فيها حرب ملتهبه يعني كيلومتر او اقل من كيلومتر وفي حرب بتحصل. اكيد لما بيحصل قصف على الجانب الاخر باصوات طائرات مدافع، احكي لنا عن مشاعرك وازاي انتوا وانتوا موجودين هناك بتواجهوا ده. والله كل ده بيبقى قدامنا احنا، بس احنا بندعي، احنا بندعي ربنا يسترها معاهم وربنا يعدها على خير ونقدر نوصل لهم القافله دي على خير، لانهم محتاجينها جدا يعني. يعني والله يا ام حسن انا سعيده الحقيقه باحساسك وبحماسك انت وزمايلك، ويعني بكل تاكيد احنا قلوبنا مع اخواتنا هناك في قطاع غزه، ولكن فكره الروح اللي جوانا احنا كمصريين ان احنا زي ما انت قلت كده من شويه احنا موجودين ومعاهم وهنوصل لهم ومش هنمشي غير لما ندخل الحاجات دي، ده يعني يكفي انه يقول لنا ان المصريين الحقيقه طول عمرهم فيهم الخير. انا بشكرك جزيل الشكر استاذ حسن الحسيني احد سائقي شاحنات المساعدات الانسانيه. شكرا ليك يا عم حسن. شكرا ليك يا عم حسن. يعني تحيه من هنا لبكره لكل سائق لكل عامل لكل متطوع موجود عند معبر رفح بيقوم بمهمه كده مقدسه وانسانيه. جمانه من يومين انتشر فيديو كلنا تابعناه لطفل فلسطيني وبيرتجف بعد تعرض مستشفى المعمداني للقصف زي ما احنا شايفين من قوات الاحتلال، ومفيش اكتر من الاطفال هم اللي يقدروا يعبروا عن المشاعر اللي بنعيشها او بيعيشها اهلنا في غزه، وهم بيعيشوها واحنا بنعيشها كمان على فكره، كلنا بنعيش هذه المشاعر اللي موجوده في قطاع غزه. في نفس الوقت تعرض منزل الطفل ده للقصف والتدمير، وظهر في الفيديو اللي احنا شايفينه دلوقتي بيعكس ماساه اطفال غزه. حقيقه الفيديو ده لما شفناه على مواقع التواصل الاجتماعي حقيقي في ناس لحد النهارده الفيديو ده ما بيروحش من بالها، يعني واعتقد انه هيستمر معانا لفتره زي بالظبط كده مشهد اغتيال واستشهاد محمد الدرة قاعد معانا من 2000 النهارده 2023 سنه. معانا دلوقتي على التليفون والد الطفل محمد الاستاذ وائل سعد الله اللي بينضم لينا من غزه عبر الهاتف عشان نطمن عليهم. صباح الخير على حضرتك، يعني قلوبنا معاك، طمنا على محمد وعلى حضرتك، يعني ايه الوضع عندك دلوقتي؟ صباح الخير يا استاذ جمعنا، صباح الخير يا استاذ محمد. الحمد لله يعني الامور صعبه كثير، احنا تحت القصف وتحت الطيران
يمكن انتم لسه كنتوا بتحكوا على السواقين اللي دخلوا القوافل وحاولوا يعملوا الصوره، يعني الصوره دمار. استاذ وائل سامعينك، اتفضل. يعني احنا قاعدين بنعيش في اوقات صعبه، اوقات صعبه كثير، عمرنا ما شفنا مشهد القتل صار بالطريقه الوحشيه هذه، يعني براميل بيرموا علينا يعني اليهود، قتل وحشي 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 للغايه. يمكن كمان انا زي ما حكيت انه السواقين اللي مروا بالشاحنات كان برضه حاملين ارواحهم على روحهم، يعني الحمد لله انهم كمان قدروا يوصلونا. واحنا بنعرف كمان كثير الشعب المصري كانت للقضية الفلسطينية، وهو يعني فخر للعرب كلهم، فخر لنا والله. صحيح. عايزين بس اهم حاجه دلوقتي تهمنا نطمن على صحه محمد، طمنا عليه وعلى افراد الاسره كمان كلها. والله محمد الحمد لله يعني حاليا بصمة الانهار منيح، لكن لما يجي العتم والظلام، لانه انت عارفين ما فيش نور، بدخل في نوبات عصبيه وتشنجات، مكان يعني صار قصف وبيحكي قصف طياره، صار يخاف من الطيارات، قصف الصواريخ. يعني حسبنا الله ونعم الوكيل حقيقه يعني. بس خلينا طيب نعرف منك يا استاذ وائل، انتوا دلوقتي قاعدين فين؟ ايه الوضع دلوقتي؟ احنا البيت والله في احنا البيت نازحين، البيت الحمد لله انقصف، احنا البيت نازحين في مدارس الايواء للانروا. المساعدات اللي بتتقدم لك استاذ وائل ولاهلنا عموما يعني الموجودين في مدارس الانروا، بدات الاخبار تجينا من هناك، وللاسف اخبار يعني في منتهى السوء انه الامدادات بدات تنفد، بدا يبقاش فيه المخازن فضيت، ما بقاش فيها مساعدات بشكل كبير. كلمنا عن الحاله جوه مدرسه الانروا. الحاله صعبه كثير. احنا قاعدين في مدارس الايواء، لا في مي ولا في كهرب، فيش مي، الواحد يمر بالحمامات، يعني عندنا انتشر الاوبئه، كمان عندنا انتشر مرض بين الناس. يعني احنا كنا المدارس تكون 1000 او 2000 اصحاب، اليوم بعد الجيش مهدد انه كل الشمال الوادي يتوجه لجنوب الوادي، يعني مدرسه دلوقتي تاخذ 6000 شخص، يعني كمان الناس كمان فوق بعض اضطباب جوا مدارس الانروا. فيش ولا اسلوب للحياه، فيش نظافه، فيش ميه، يعني بقول لك انتشر فينا الاوبئه والمرض، اذا بضل الحال هذا هيك. استاذ وائل يعني اعذرني لو يعني هرجع حضرتك طبعا للحظه صعبه، مش بس عليك، علينا كلنا الحقيقه، ولحظه قصف المستشفى، مستشفى المعمداني. عايز اعرف من حضرتك يعني كان كنتوا في المستشفى، كان في مع حضرتك قد ايه من لا 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 انا 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 لا انا انقصفت الليله اللي كان فيها قصف المستشفى، انا مش من محافظه غزه، انا من محافظه رفح. انا انقصفت انا وابني محمد في البيت، احنا ساكنين في حي الجنانه في رفح. بيتنا قصفوا البيت اللي قدامنا، البيت تكون من 3 طوابق، استشهدوا فيه 15 فرد من عائله الجزار، انا جارهم، طبعا تم تدمير اكثر من 5 بيوت على راس ساكنيها في نفس اللحظه، انا بيت مدمر كله على راسي وعلى راس اولادي، لكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. ازاي قدرتوا؟ انا من تحت الركام، ومحمد طلع يوصل رسائل للعالم كلها. طبعا طبعا طبعا، يعني بس برضو عشان بس ننقل لكل اللي بيسمعنا، ننقل للعالم كله صوت حضرتك. ازاي قدرتوا ان انتوا تلاقوا بعض؟ ازاي قدرت تتعثر على محمد، والده محمد؟ انا لقيتهم وفاجئت محمد. انا في الاول فكرت انه محمد استشهد، ما لقيتوش. فانا يعني رحت ادور عليه على بيت الجيران المخطوط، برضه ما لقيتوش، فاضطريت ان انا اروح على المستشفى. كمان نص ساعه مشي من البيت للمستشفى باسم النجار اللي موجوده في مدينه رفح. طبعا الظلام تحت الطيران، في الخوف، في الرعب، طلعت والجواز مرحله هذه، ورحت ادور على ابني، لقيت الحمد لله في المستشفى في حاله نفسيه يرثى لها. يعني طب انا قعدت 4 ايام وانا بحاول يعني اخفف عنه، هو مصدوم، لا بيحكي لا بياكل لا بيشرب. في يعني ازاي استاذ وائل يقدر يكمل، يقدر يتواصل ويعيش؟
ربنا رب يحفظه ويسلمه يا رب، ويسلم كل أهلنا وأطفالنا في غزة، لأنه طبعا استشهاد عدد كبير جدا. احنا بنتكلم على حوالي 1000 شهيد فقط من الأطفال. اللي بتتكلم عنه عم وائل استاذ وائل، اللي بتتكلم عنه استاذ وائل نقطه مهمه جدا، الحاله النفسيه. التلفزيون المصري انا بشكر كل الاخوان في مصر وفي جميع الدول العربيه، يعني انا ما يقارب 3 مليون مصري كلموني والحمد لله طمنوا علي والحمد لله ساعدوني ودعموني معنويا. انا بدي منكم انتم تسندونا معنويا، كونوا جنبنا صبرونا انتم برضو اهلنا، والدعاء دائما لنا. قلوبنا كلها معاكم ومع اهلنا في غزه. عايز بس اكلمك في حته مهمه جدا، انت بتقول لي ان هو بقاله كام يوم، يعني وده شيء طبيعي جدا انه ما بيتكلمش ويفقد النطق، وده حال اي حد يشوف، مش طفل بس يشوف اللي بيحصل، اي انسان يعني عنده ضمير وبيشوف الاهوال، اهوال الحرب دي هيفقد النطق تماما. الحاله النفسيه بتتعاملوا معاه ازاي، خصوصا هو طفل؟ ربنا يحميه ويحفظه يا رب ويحفظ اطفالنا كلهم. يعني ازاي بتخرجوا من الحاله النفسيه دي ازاي؟ انا هتعامل معاه، بس انا برضه مش مختص نفسي، انا لازم اوديه على طبعا دكتور محتاج نفسي، يعني دكتور نفسي عشان هو اللي يقدر يتفاهم معاه. في الظروف دي مش متوافر النهار، هو بيكون في الظروف طبيعي في النهار، لكن لما في الليل والعتمه ويكون قاطع النور بمرق يعني في نوبات عصبيه صعبه، كوابيس صواريخ، بضل يحلم حاجات غريبه. وفي الظروف دي يا استاذ وائل طبعا ما فيش توافر لاخصائيين ودكاتره نفسيين، يعني اكيد طبعا مش موجودين. اكيد، ما انت بتعرف الوضع في غزه، انت بتعرف الوضع في غزه. انا بناشد من عبر التلفزيون، فبناشد كل الدكاتره وكل المختصين في هذا المجال انهم يقدموا لي المساعده. يعني احنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك، اكيد مش بس لمحمد، لاطفال كتير اعتقد، حتى الاطفال والكبار. والله يا استاذ وائل انا مستعد ان انا اسافر في مصر، مستعد ان انا اسافر في مع مصر، مستعد ان انا اجيبه على مصر عشان اقدر اعالجه. يعني احنا بكل تاكيد اعتقد انه اذا كان الوضع صعب علينا احنا، فما بالك مش بس بالاطفال، حتى بالكبار اللي موجودين في قطاع غزه. استاذ وائل حضرتك عندك كم ابن تاني او كم طفل تاني غير محمد؟ انا عندي نافذ ومحمد، هم توأم. طب يعني انا عايز اسال سؤال فعلا. يعني استاذ وائل، الحقيقه احنا شايفين تربيه اطفالنا في قطاع غزه، يعني احنا شايفين قد ايه حتى الاطفال الصغيرين، الحقيقه مش عايزه اقول اطفال، هم ابطال. انتوا بتقولوا لهم ايه وهم صغيرين؟ بتحكي لهم القصه، بتقولوا لهم ايه؟ احنا الاطفال الصغار احنا بنعلمهم ان هذه ارضنا، انه هذا بلدنا، هذا وطننا، فلازم ندافع عنه. لما نموت بنموت شهداء، بنروح عند ربنا في الجنه، اين نصبرهم؟ احنا لما نموت بنموت شهداء، وبنموت بنروح عند ربنا في الجنه، بس اين تصبر اطفالنا؟ اطفالنا محتفلين عند ربنا وصابرين. والله يا استاذ وائل احنا اللي بنتعلم منكم، الحقيقه احنا بنتعلم منكم دروس الصمود والعزه والصبر والجلد. انتوا اللي بتعلمونا، يعني غزه غزه برجالها وبنسائها واطفالها بيعلمونا الحقيقه كل لحظه، مش كل يوم بس، كل لحظه بتمر من بدايه الحرب دروس ما تتنسيش ابدا. يعني الحمد لله. الصوره دي العالم شايفها ازاي؟ انا برضو بسال سؤال، يعني صوره محمد وغيره يعني من الاف الاطفال انا بقولك انا بقول لك يعني محمد يعني هو مش اصعب حاله مرت، او مش اصعب طفل تعرض لهيك موقف، لكن سبحان الله محمد محبوب جدا. ومحمد يعني صورته اخذت، والفيديو تبعه اخذ صدى عالمي على السوشيال ميديا، والحمد لله يعني خلص سبحان الله. انت ربنا بده يشكره لمحمد، وربنا بده يوصل صوته لكل العالم، الاسلامي والعربي والاجنبي، لكل العالم. يعني يا استاذ وائل الحقيقه حضرتك بتقول انه بتقول لنا دلوقتي انه الشعب المصري بيساندنا، والشعب المصري معانا، والشعب المصري بيتعلم منكم. الشعب المصري لو زي ما حضرتك بتقول مؤمن بالقضية وبيساند، فهو بيستمد القوة منكم. انتوا بالنسبة لنا انتوا رمز الصمود، انتوا رمز الصبر، انتوا رمز الجلد. لما بنشوف أب بيودع ابنه وبيقول الحمد لله واحتسبه شهيد وقدم التاني والتالت، أعتقد انه مفيش مثال أكبر من ده. يعني مفيش حاجة تاني ممكن تتقال، احنا معاكم قلبا وقالبا طول عمرنا، وهنفضل ومكملين معاكم يا استاذ وائل. كل واحد فينا بيقدم اللي يقدر عليه فعلا.
طول الوقت احنا حتى بنحاول ننقل صوتكم، لان هو ده الصوت اللي لازم يتنقل، وده الصوت اللي لازم يتسمع، ودي قصه اللي لازم تتحكي. صحيح محمد، فكره ان حتى اول ما حد، اول ما الممرض زي ما تابعنا في الفيديو ده، اول ما حضنه يعني شايفين الرعب والفزع والخوف على وش طفل. حقيقة اول ما الممرض حضنه، صحيح. ازاي الطفل عيط؟ الحقيقه يعني جمانه انه عيون محمد دي بتفضح العالم كله صراحه، يعني احنا المشهد اللي احنا شايفينه وصوره محمد بتفضح العالم كله. ضمير العالم فين؟ الكلام بقى عن حقوق الانسان، طب فين حقوق الاطفال؟ مش احنا كل شويه بنقول حقوق الانسان، حقوق الطفل الفلسطيني اللي يستحق الحياه كما اي طفل في الدنيا، حياه طبيعيه كريمه، الطفل لازم يعيش حياه زي غيره من الاطفال. الطفل الاسرائيلي مش احسن منه، الطفل اللي موجود في الارض الثانيه دي مش احسن من الطفل الفلسطيني. فالمشهد مشهد فاضح للعالم، فاضح للناس، وكل واحد بيتابع تعبيرات وش محمد اظن لو عنده ذره من الانسانيه وذره من الاحساس بالاخر هيعرف ان احنا امام جريمه مكتمله الاركان. اسرائيل فعلا بترتكب جريمه بقالها 13 او 14 يوم، داخلين في الاسبوع الثالث، جريمه تستهدف الاطفال بشكل مباشر. عداد او حصيله القتلى او الشهداء في فلسطين نسبه كبيره جدا منهم الاطفال، احنا بنتكلم على تجاوزه من 800 ل 1000 طفل فقط، عدد كبير من النساء. طب هم دول ما لهمش علاقه بالحرب، يعني الابرياء والمدنيين بالمواثيق والقوانين الدوليه والاخلاق، ونقدر نتكلم من هنا لبكره الصبح، ما لهمش اي علاقه بالحرب. ايه ذنب محمد؟ ايه ذنب اطفال فلسطين ان هم يعيشوا هذه الحاله اللي عمرها ما هتتنسي؟ اظن محمد لما يكبر، يعني عمره ما ينسى من ذاكرته مشهد القصف. ولا حد هينسى. مش هقول انه في طار، او مش هقول انه بقى في حاله من حالات الغضب والاشمئزاز والرفض من المشاهد دي في كل بيت في فلسطين، في كل بيت عربي. محدش هينسى اذا كان بنقول مشاهد من اكتر من 23 سنه ومن قبلها مش ناسينها لحد النهارده. هننسى ده ازاي؟ يعني ده يتنسي ازاي؟ ازاي ممكن طفل اساسا باي شكل من الاشكال، ازاي حد ممكن يقبل ده؟ مستحيل. يعني اعتقد ان ده غير انساني باي شكل من الاشكال. الله غارب مره ثانيه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ وائل سعد الله، والد الطفل محمد. هنروح مع حضراتكم لفاصل ونرجع مرة تانية، وصباح الخير يا مصر. لو بده يصير ايش ما يصير مش عن حاجة. كل الطار في ألف واحد هنا في المنطقة، كله مسجل. إن مصر تدين بوضوح كامل استهداف أو قتل أو ترويع كل المدنيين. وفي الوقت ذاته تعبر عن دهشتها البالغة من أن يقف العالم متفرجاً على أزمة إنسانية كارثية في قطاع غزة. دعونا نوجه رسالة لشعوب العالم بأن قادته يدركون عزم المسؤولية ويرون بعيونهم فداحة الكارثة الإنسانية. وينك يا عبد الله؟ الله يتقبل. امبارح زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم، مصر عقدت قمة القاهرة للسلام بحضور قادة ورؤساء ومبعوثي عدد من الدول لاحتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة وخفض التصعيد العسكري اللي راح ضحيته آلاف القتلى من المدنيين الأبرياء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن القمة وتأثيرها الإيجابي وأهم نتائجها. معانا في استوديو صباح الخير يا مصر، مشرفنا ومنورنا الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. أهلا بك دكتور منور. أهلا بحضرتك وحضراتكم وبالسادة المشاهدين. أهلا بك. قمة القاهرة للسلام، أهمية انعقادها
في هذا التوقيت الحرج جدا والرسائل وراء عقد هذه القمة؟ طبعا هي قمة القاهرة للسلام واللي عقدت بناء على دعوة من السيد الرئيس بتكتسب أهميتها الحقيقة من عدة أبعاد. ربما البعد الأول في الأهمية هو عدد المشاركين فيها، يعني بيشارك فيها يمكن أكثر من 30 دولة وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة، وده أيضا بيعطيها ثقة خاصة، بحضور عدة منظمات دولية وإقليمية. القمة دي كانت بتستهدف إطلاق عملية للسلام سواء في المدى القصير أو في المدى الطويل. المدى القصير يعني الأزمة اللي بتحدث في غزة وتداعياتها والخسائر اللي بتحدث في المدنيين والاعتداءات الإسرائيلية على غزة واللي بتخالف كل قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني، وشوفنا عدد ضخم من يعني اللي ماتوا في غزة بيتجاوز 4000 حتى الآن. صح. وربما الأعداد بتتزايد، يعني يمكن بمعدل يمكن كل ساعة بتتزايد. إضافة إلى أعمال عنف شديدة يعني بترقى إلى، وده اللي عبر عنه عديد من القادة يعني العرب، بترقى إلى جرائم الحرب، يعني قتل المدنيين. دولة ذات قوات مسلحة وجيش نظامي مسلح بأحدث الأسلحة تستخدم هذه الأسلحة ضد المدنيين العزل، قصف لمنشآت مدنية، مساكن، مستشفيات، دور عبادة. وبالتالي هذه القمة كان الهدف منها حصار لشعب غزة أيضا، ودي جريمة أخرى، محاولة تجويع لشعب غزة، تهجير قسري، نوع من الإبادة الجماعية. كل دي كانت قضايا خطيرة وتستلزم وقفة من دول العالم، ومن هنا احنا بنفهم أهمية انعقاد هذه القمة. كل ده في المدى القصير، إيقاف الاقتتال والهجوم الذي يحدث ضد المدنيين في غزة، ده جانب. الجانب الآخر إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة المحاصرة من أكثر من أسبوعين الآن. فكل دي كانت أسباب لتستدعي انعقاد هذه القمة، كل ده في المدى القصير. في المدى الطويل يعني ربما كان الهدف أيضا أن تتحرك عملية السلام المتوقفة منذ سنوات بين إسرائيل والفلسطينيين، تمهيدا للوصول إلى حل عادل وسلام عادل في هذا الإطار، وده بينزع جذور الأزمة وينهيها إذا تحقق. طيب يمكن حضرتك ده بالنسبة لأهمية هذه القمة، قمة القاهرة للسلام، لكن لو نتكلم عن الأثر الإيجابي لهذه القمة حتى الآن، احنا شايفين يعني زي ما حضرتك قلت حضور واسع، حضور دولي واسع، لكن حابين نعرف من حضرتك الأثر الإيجابي بالنسبة لأشقائنا في فلسطين والقضية الفلسطينية. شوفي حضرتك يعني الأثر الإيجابي احنا شوفنا يعني يمكن أمس بدأت تدخل المساعدات الإنسانية، وأنا هنا يعني لاحظت أن في تقارب كبير بين دخول المساعدات المصرية، بداية دخول يعني 20 شاحنة كبداية، وبين انعقاد المؤتمر. يعني صحيح، يعني دقائق قليلة بالضبط، الفرق بينهم يمكن نص ساعة ولا ساعة لتلت ولا شيء من هذا القبيل. فده شيء إيجابي أن بدأت تدخل المساعدات الإنسانية والأدوية والمستلزمات لإخواننا الفلسطينيين في غزة، فده شيء إيجابي. شيء إيجابي آخر هو تأكيد مصر أمام المجتمع الدولي وأمام دول العالم وأمام إسرائيل وأمام الكل إن مصر لا تقبل بتصفية القضية الفلسطينية. صحيح. أبدا. والكلام اللي اتقال بقى عن تهجير للفلسطينيين إلى غزة وتهجير للفلسطينيين إلى الضفة وأشياء من هذا القبيل، كل ده غير متقبل. أيضا تم التأكيد على إن مصر بتتمسك بأمنها القومي ولا تتهاون فيه على الإطلاق. فكل دي يعني نقدر نقول إنها نتائج إيجابية ورسائل أطلقت في هذه القمة. ربما أيضا وبالتأكيد الدعوة إلى الوصول إلى حل شامل وعادل، دي نقطة مهمة قوي. يعني إحنا طوال 75 سنة اللي فاتت من سنة 48 وحتى الآن ما كانتش بتوضع حلول. صحيح. شاملة. صحيح. أو توضع يعني قضايا السلام العادل موضع تطبيق، إنما اللي كان بيتم حلول جزئية، مسكنات،
أشياء من هذا القبيل. إذن كل دي إيجابيات لهذه القمة، رغم طبعا نقدر نقول أيضا أن لم يصدر بيان نهائي عن القمة نظرا للاختلاف في وجهات النظر. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت كلماته واضحة جدا امبارح، وبيضع العالم كله أمام مسؤولياته، يعني حتى الضمير الإنساني. السيد الرئيس قال احنا في ظرف بتمتحن في إنسانيتنا وتمتحن في أو تختبر في الإنسانية يعني. صحيح. الرئيس خلال خطابه أو خلال الكلمة تحدث عن خارطة الطريق دكتور إكرام، مكونة من ثلاث نقاط أساسية: التدفق الدائم والمستدام والسريع للمواد الإغاثية، رقم 2 البدء فورا في مفاوضات التهدئة ووقف إطلاق النار، ثم بعد ذلك إحياء مسار السلام مرة أخرى. صحيح. إلى أي مدى خارطة الطريق دي يمكن أن تطبق أو أن يبدأ التفاعل معها في ظل لحظة ملتهبة جدا بتعيشها المنطقة؟ طبعا دي خارطة الطريق الحقيقة مهمة بيضعها السيد الرئيس، ولو تم تنفيذها يبقى معنى كده أن في الأفق السياسي للمشكلة، الأفق السياسي يعني الأمل أن هذه المشكلة ستحل، الأمل أن العنف سيتوقف، الأمل أن ما عجزنا عن تحقيقه طوال عقود سابقة يمكن أن يتحقق في سنوات قادمة. وبالتالي هنا ده شيء إيجابي الحقيقة، وممكن حتى أن احنا نقول عليها في الأمد القصير وفي الأمد المتوسط مثلا أو الطويل. في الأمد القصير أن تتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، وده أمر مطلوب بعد هذا الحصار الشديد وبعد هذا التجويع أيضا المطلوب. وفي الأجل القصير ونقول يعني في أسرع وقت ممكن، ليس يعني ده مطلوب ليس حتى في الأيام القادمة بل ربما قد يكون مطلوب في الساعات القادمة. صحيح. أن يتم إيقاف هذا الهجوم الوحشي الذي يتم ضد إخواننا الفلسطينيين، وده بيتنافى مع كل ما توافقت عليه الأمم المتمدنة. وإحنا حتى لما نتكلم، ودي يعني نوع من ازدواجية المعايير، إحنا لما نتكلم عن الدول الديمقراطيات الليبرالية والدول الغربية اللي بتنادي بحقوق الحرية والمساواة وحقوق الإنسان، حقوق الإنسان دي بتصار بمناسبة شخص واحد يعني. صحيح. يتم التحقيق معاه أو كده، وحقوق الإنسان وإعلامه وكل هذا الكلام. طيب ماذا عن حقوق 2 مليون ونص فلسطيني في غزة؟ ماذا عن الانتهاكات التي تحدث؟ ماذا عن حق الحياة؟ حق الحياة ده أهم حقوق الإنسان، إنه يعيش يحيى. فيتم قتل آلاف المدنيين وبهذه الطريقة. إذن هو ده اللي ممكن نسميه ازدواجية المعايير أو الكيل بمكيالين. وبالتالي إحنا يعني لازم إذا أردنا أن نتخلص من هذه الحلقة المفرغة من العنف والعنف المضاد، لازم إن إحنا نجد يعني وسيلة لأولا إيقاف هذا الاقتتال، إيقاف هذا الحصار، البدء في عملية تفاوضية الهدف منها تحقيق السلام العادل. وأنا بركز على فكرة السلام العادل، يعني إذا كان السلام مفروض بالقوة لن يستمر. صحيح. وفي أمثلة تاريخية لكده، هنشوف حضرتك في الحرب العالمية الثانية، في الحرب العالمية الأولى هزمت ألمانيا وفرضت عليها شروط قاسية وسلام، وكان في مؤتمر للسلام وفرضت شروط قاسية عليها واقتطاع أجزاء من أراضيها والمناطق اللي فيها ثروات يعني تحديد جيشها وكل هذا الكلام. كان إيه النتيجة؟ كان في سلام بس السلام لم يكن عادل. بعد 20 سنة من انتهاء الحرب العالمية الأولى أشعلت ألمانيا الحرب العالمية الثانية سنة 39، يعني بعد عقدين من الزمن. إذن هذه الفكرة أنا بركز عليها، إحنا محتاجين إلى بداية عملية تفاوض، بداية تحقيق سلام عادل. بركز على كلمة عادل دي لأنها مهمة قوي، وهي اللي هتؤدي إلى ليس فقط حماية الطرفين من أعمال العنف المتبادل، وإنما أيضا هتحول دون حدوث تداعيات خطيرة لا يمكن تداركها سواء على مستوى الإقليم أو ربما أيضا يتأثر بها العالم. وخصوصا إن احنا في فترة العالم ليس في حاجة إلى مزيد من المشاكل. هي دي حقيقة يا دكتور، ولكن اسمح لي يعني انطلاقا من حديث حضرتك، وبما أنك تحدثت وذكرت عن فكرة ازدواجية المعايير، يعني أعتقد الحرب على قطاع غزة حاليا يعني كشف خلل
في قيم المجتمع الدولي حقيقة. يعني حتى الآن برضو ما زال التساؤل، يعني ليه المجتمع الدولي لا يدين إسرائيل؟ ليه حتى الآن المجتمع الدولي لم يخرج ببيان واضح وعادل بما يحدث في قطاع غزة، بأنه في قضايا كتير حتى في الوقت الراهن هم المجتمع الدولي خرج وأدان مواقف يمكن حتى مش مشابهة. طبعا ده بيرتبط زي ما حضرتك تفضلتي بإزدواجية المعايير أو المعايير المزدوجة، أيضا بتغليب المصالح على المبادئ، يعني ودي نقطة مهمة قوي، إن الأمور مش بتحكمها المبادئ والقيم والحفاظ على تطبيق مبادئ تتعلق بحقوق الإنسان على سبيل المثال بقدر ما تتعلق بمصالح، وقد تكون المصالح دي يعني ذات أبعاد مختلفة، قد تكون مصالح انتخابية في الداخل في داخل بعض الدول، كل ده بيؤدي إلى ازدواجية المعايير اللي احنا بنتكلم عنها. ربما أيضا يعني أنا عاوز أقول لو احنا هننظر إلى الجانب المصلحي أيضا لازم ينظر إليه في إطار أوسع شوية، وهو التداعيات التي يمكن أن تحدث إذا لم يتم احتواء هذه الأزمة. هنتوقف مع حضرتك عند التداعيات، لكن اسمح لنا هننتقل لموجز التاسعة ونرجع نكمل حديثنا مع الدكتور إكرام. دلوقتي موجز التاسعة وموجز الأهم الأنباء مع دينا شرف، اتفضل يا دينا. شكرا لك جمانة. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن قمة القاهرة للسلام تأتي في أوقات صعبة تمتحن إنسانية قادة دول العالم. وخلال افتتاح قمة القاهرة للسلام بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد الرئيس السيسي إدانة مصر الواضحة لكل أشكال ترويع واستهداف المدنيين. كما أعرب الرئيس السيسي عن دهشة مصر من وقوف العالم متفرجا على أزمة إنسانية كارثية يتعرض لها 2.5 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة. أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا أكدت فيه أن مصر سعت من خلال دعوتها إلى قمة القاهرة للسلام إلى بناء توافق دولي عابر للثقافات والأجناس والأديان والمواقف السياسية، ويدعو إلى وقف الحرب الدائرة التي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأضاف البيان أن مصر سوف تحافظ دوما على موقفها الراسخ الداعم للحقوق الفلسطينية والمؤمن بالسلام كخيار استراتيجي لا حياد أو تراجع عنه حتى تتحقق رؤية حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية اللتين تعيشان إلى جوار بعضهما البعض في سلام. كذلك شدد البيان على أنه في إطار سعي مصر نحو تحقيق تلك الأهداف السامية لن تقبل أبدا بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية على حساب أي دولة بالمنطقة، ولن تتهاون للحظة في الحفاظ على سيادتها وأمنها القومي في ظل ظروف وأوضاع متزايدة المخاطر والتهديدات، مستعينة في ذلك بالله وبإرادة شعبها وعزيمته. شارك نحو 100,000 شخص في مظاهرة لدعم الفلسطينيين بوسط لندن للمطالبة بالوقوف الفوري لإطلاق النار في غزة. وتحرك المتظاهرون رافعين لافتات الدعم والأعلام الفلسطينية بأنحاء لندن قبل أن يتجمعوا خارج 10 داونينج ستريت، حيث المقر الرسمي ومكتب رئيس الوزراء ريشي سوناك. ورفعت المظاهرة شعار المسيرة الوطنية من أجل فلسطين، ونظمتها حملة التضامن مع فلسطين. استشهد 10 فلسطينيين على الأقل وأصيب العشرات جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمقهى وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. كما قصفت طائرات الاحتلال مسجدين في مخيم جبلية شمال قطاع غزة. وفي وقت سابق استشهد 5 مواطنين في قصف منزل في حي الزيتون شرق غزة، فيما انتشلت 5 جثامين من تحت أنقاض منزل آخر في الحي ذاته يعود لعائلة ياسين. كما استشهد 8 مواطنين في قصف لطائرات الاحتلال استهدف مطعما في سوق مخيم نصيرات وسط غزة.
أعلن نائب السفير الروسي في الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي اعتزام بلاده طلب عقد اجتماع آخر لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع الإنساني في غزة والتصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين. هذا وعقد الاثنين الماضي اجتماع بطلب روسي بشأن النزاع، لكن مشروع قرار اقترحته موسكو يدعو إلى وقف إطلاق النار أجهد بسبب معارضة 4 من أعضاء المجلس من بينهم الولايات المتحدة الأمريكية التي انتقدت النص. وأكد بوليانسكي أن روسيا ستطلب عقد اجتماع جديد لمجلس الأمن مشددا على أنه لا يجرؤ أحد غير روسيا على القيام بذلك. قالت الممثلة الخاصة لليونيسف لدى فلسطين لوتشيا ألمي إن 1 مليون طفل في قطاع غزة بحاجة عاجلة للحماية، وطالبت مسؤولة اليونيسف بوقف إطلاق النار لإيصال المساعدات المستدامة إلى غزة، مضيفة أن فريق عمل المنظمة الأممية يحتاج إلى إدخال الوقود فورا إلى قطاع غزة، وشددت على أن المأساة الإنسانية في القطاع مستمرة ويجب أن تتوقف فورا. حذرت 5 وكالات تابعة للأمم المتحدة من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة بات كارثيا، مؤكدة أن المستشفيات تضيق بالجرحى وأن الأطفال يموتون بوتيرة مقلقة. ودعت تلك الوكالات المجتمع الدولي إلى القيام بالمزيد لمساعدة سكان غزة. وصل أكثر من 1000 مهاجر إلى جزر الكناري الإسبانية السبت بعد قطع الرحلة المحفوفة بالمخاطر من إفريقيا، بينهم 320 شخصا على متن قارب. وتفيد البيانات الرسمية بأن الجزر استقبلت نحو 24000 مهاجر في الفترة من الأول من يناير إلى 15 من أكتوبر بزيادة بلغت 80% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. ومن جهتها تعهدت الحكومة الإسبانية بتقديم حسبة مساعدات بقيمة 50 مليون يورو لمساعدة جزر الكناري على التعامل مع تدفق الهجرة غير العادية. ختام موجز 9 وعودة مرة أخرى إلى جمانة ومحمد لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك دينا، بنجدد صباحنا مرة أخرى وبجدد الترحيب بضيفنا الكريم في استوديو صباح الخير يا مصر الأستاذ الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. برحب بحضرتك مرة تانية دكتور إكرام، وبالرجوع مرة أخرى لخطاب السيد الرئيس امبارح في افتتاح قمة القاهرة للسلام. الرئيس أكد أنه لا نية أبدا لتصفية القضية الفلسطينية، لن يحدث ذلك أبدا بأي حال من الأحوال، ولن يحدث على حساب مصر أبدا. وهذا المقطع أو هذه الجملة الوحيدة اللي كررها مرتين لتذكير العالم بأنه مفيش أي اتجاه لتصفية القضية الفلسطينية. وشفنا كمان خطاب للملك عبدالله، وشفنا خطاب أيضا أبو مازن في نفس هذه الفكرة، لن نرحل من الأرض، نحن باقون على أرض فلسطين. أهمية إرسال هذه الرسالة وبعث هذه الرسالة للعالم أنه هناك رفض مصري عربي كامل لسيناريو التهجير أو ما يعرف بالوطن البديل. ده صحيح، ودي الحقيقة كانت رسالة مهمة قوي من السيد الرئيس وأكد عليها في المؤتمر. هو التهجير معناه إيه؟ التهجير معناه أنك تفرغ الأرض الفلسطينية من سكانها الأصليين. وإذا أفرغت من سكانها الأصليين أو من الشعب الفلسطيني، من الذي سيأخذ الأرض؟ من الذي سيحوز الأرض؟ ليحوز الأرض بالتأكيد إسرائيل المحتل. بالضبط كده. إذن الأمر مرفوض مصريا، مرفوض عربيا، مفروض حتى أنا عاوز أقول فلسطيني. يعني الفلسطينيين قالوا رافضين الخروج أصلا. نعم، الفلسطينيين رافضين الخروج. لا يعني الفلسطينيين كمان بيقولوا إيه؟ بيقولوا احنا عانينا من نكبة في 1948، مش هنكررها مرة مش أخرى. هنعمل نكبة تانية في 2023. يعني هنا تلاقي حضرتك ان وجهة النظر الفلسطينية متطابقة مع وجهة النظر المصرية مع وجهة النظر العربية، وهي رفض التهجير ورفض افراغ غزة من سكانها او من اهلها الاصليين. ايضا الرئيس اكد على فكرة عدم قبول ان ياتي ان اسرائيل ترحل الازمه الى مصر.
ترحل الأزمة إلى مصر. يعني إيه؟ يعني أن الدعاوى اللي كانت بتتقال وأن الفلسطينيين يعني يأتوا إلى منطقة أو جزء من سيناء، فده أيضا أمر غير مقبول من جانب مصر وحتى من جانب الأردن، لأن يعني في كلام أيضا مماثل بالنسبة للأردن بالنسبة للغربية بالضبط. إذا الأمر ده غير متقبل لأسباب سياسية، لأسباب أمنية، لأسباب تتعلق كمان أنا عاوز أقول حتى بمعاهدة السلام. ما هو لو تم ترحيلهم إلى جزء آخر، إلى جزء من سيناء، ثم اندلعت أعمال أيضا قتال أو أعمال عنف، من الذي يتحمل المسؤولية في هذه الحالة؟ اللي يتحمل المسؤولية هي مصر. صحيح. وده بيخالف معاهدة السلام اللي بين مصر وإسرائيل واللي مضى عليها الآن يمكن يجي 45 سنة. وبالتالي كل دي عوامل، بالإضافة طبعا بالتأكيد إلى إفراغ القضية الفلسطينية. مش هيبقى في قضية فلسطينية طبعا. إيه هي القضية الفلسطينية في هذه الحالة؟ وبالتالي كل دي كانت رسائل هامة. يمكن دي المطلوب. الصورة الواضحة والشاملة والكاملة اللي شرحها ووضحها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة أكثر من مرة. صحيح. حضرتك قبل ما نخرج لموجز الأخبار حضرتك كنت بتتحدث عن فكرة تداعيات عدم حالة الوضع. أي. وتداعيات عدم الوصول لسلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية. إيه اللي ممكن يحصل؟ هو شوفي حضرتك طبعا الامر الان وبعد الاحداث بتاعه غزه مؤخرا الامر له تداعيات يمكن ان يكون له تداعيات خطيره اذا لم يتم احتوائه. ازاي؟ شوفي حضرتك السيد الرئيس اشار الى كده، الامين العام للامم المتحده في كلمته قال وبالنص تقريبا ان الشرق الاوسط على بعد خطوه من الهاويه. يعني في خطوره من كده. هو بيقصد ايه بالكلام؟ يعني ايه على بعد خطوه من الهوية؟ يعني ان الامر يمكن اذا لم يتم احتوائه يمكن ان يتسع، المشكله يمكن ان تتسع وتطرح تداعياتها على دول الاقليم. وفي كلام بيتقال يعني في اطراف متعدده دلوقتي، احنا شفنا ان في مناوشات مع لبنان مع حزب الله في لبنان. طب ولما نتكلم عن حزب الله ما احنا بنتكلم عن ايران. اذا هي دي التداعيات التي يمكن ان تحدث في ظل وجود، خلينا نقول كمان في ظل وجود قوات عسكرية أمريكية دخلت مؤخرا في المنطقة في البحر المتوسط وبريطانية. إذن هو ده التخوف الحقيقة أن يحدث تداعيات لا يمكن تدارك. طب قبل خطوة الهوية، عفوا المقاطعة يا فندم، اللي حضرتك وصفتها أو نقلتها عن الأمين العام للأمم المتحدة، قبل الوصول سياسيا إيه اللي ممكن يحصل؟ يعني احنا بنشوف الأقطاب أو القطب الأكبر في العالم الولايات المتحدة، مراكز او عواصم صنع القرار كلها مع اسرائيل، انحياز اعمى. سياسيا احنا ممكن نعمل ايه حتى لا نصل الى خطوه ما قبل الهويه؟ المطلوب ان يتم احتواء ما يحدث في غزه من تداعيات. المطلوب ايضا الا تظل الامور على ما هي عليه من حيث عدم وجود سلام عادل وعدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية في إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرعية على الأراضي اللي احتلت في 67. ده أمر مطلوب الحقيقة، وأنا في رأيي أنه مطلوب على وجه السرعة. ليه؟ لأن التداعيات قد لا تقتصر فقط على أطراف إقليمية. احنا ممكن يعني احتمال وارد أن تتدخل في الموضوع أطراف دولية، وهنا هيبقى الخطر أكبر. أن مشكلة يتدخل فيها أطراف إقليمية وأطراف دولية، إذن هي بتتعدى أطرافها المباشرين. صحيح. بتتعدى الفلسطينيين وإسرائيل وبتطرح تداعياتها على العالم ككل، وفي وقت قد لا يكون العالم فيه في احتياج إلى مثل هذه المشكلة الجديدة، وخصوصا أنه بيواجه مشكلة من أكثر من سنة حرب بين روسيا وأوكرانيا. صحيح. إذن كل ده بيتطلب بذل جهود، يتطلب العقلاء يعني نوع من التعقل، وأن تبذل الجهود للتوصل إلى حل، لأن هذا سيفيد الجميع ولا بديل عن ذلك، زي أيضا ما تابعنا حديث سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. طيب برجوع مرة أخرى لقمة القاهرة للسلام، بما تفسر حضرتك عدم الخروج ببيان ختامي من القمة؟ هو شوفي حضرتك، يعني هو البيان الختامي إيه؟ البيان الختامي في أي مؤتمر دولي، البيان الختامي هو معناه تحديد القضايا والأفكار التي توافق عليها الحضور. حضور يعني الدول اللي حضرت هذا الاجتماع أو هذا المؤتمر. طيب
في مؤتمر القاهرة للسلام هنلاقي ان في ممكن نصنف مجموعتين. المجموعة الاولى هي مجموعة الدول العربية بصفة اساسية، واللي بتنادي بالحق الفلسطيني وحماية حقوق الفلسطينيين المشروعة وإيقاف الأعمال العسكرية ضد المدنيين واللي بتخالف قواعد القانون الدولي، وفي مجموعة أخرى من الدول اللي هي الدول الغربية بصفة أساسية، واللي بترفض أن يعني تحاسب إسرائيل على ما ارتكبته. بتسمي هذا يعني ما تقوم به إسرائيل من أعمال ضد الفلسطينيين في غزة بتسميه دفاع عن النفس، صحيح، بينما تسمي أعمال الفلسطينيين إرهاب. هي دي، هنعود مرة أخرى إلى الفكرة اللي بدأنا بيه، فكرة المعايير المزدوجة أو الثنائية في المعايير. شكرك شكرا جزيلا دكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، شرفتنا ونورتنا، صباح الخير على حضرتك. لسه مكملين مع حضراتكم في صباح الخير يا مصر، نروح لفاصل ونرجع مرة تانية، خليكم معنا. قطع غزة ابدا بالمرة. رحب بحضراتكم مرة تانية. الحقيقة الجهود المصرية لا تتوقف لدعم اشقائنا في فلسطين، كان اخرها قمة القاهرة للسلام اللي عقدت امس في العاصمة الادارية، واللي نتج عنها خارطة طريق تستهدف انهاء المأساة الانسانية الحالية واحياء مسار السلام مرة تانية. خلونا نتكلم بتفاصيل اكتر معانا على الهواء الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني. اهلا بيك دكتور محمود، صباح الخير على حضرتك. يعني لن نرحل من فلسطين، جملة كررها الرئيس محمود عباس بالامس 3 مرات في خطابه في قمة القاهرة للسلام. الرسالة وراء تأكيد على الثبات والتشبث والانحياز للأرض وعدم الرحيل. يعني الرسالة كانت واضحة، رسالة الرئيس هي رسالة كل الشعب الفلسطيني، لن نسمح بتمرير مؤامرة التهجير والترحيل. الشعب الفلسطيني باق في أرضه، القيادة الفلسطينية متمسكة مع شعبها بالبقاء وبالحقوق المشروعة، ولن تمر هذه المؤامرة التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال دفع الفلسطينيين إلى الرحيل وإلى هجرة وطنهم. نكبة عام 48 لم تتكرر مرة أخرى، وهذه المرة العالم العربي وبالذات العالم العربي القريب منا والمعني مباشرة بهذا الموضوع والذي يمكن أن يتعرض لأزمات بسبب هذه المؤامرة لو مرت لا قدر الله، أيضا يقف معنا. هناك تطابق في المواقف بين فلسطين والأردن ومصر وباقي المنظومة العربية وأيضا المجتمع الدولي، ربما باستثناء أمريكا وإسرائيل، الجميع يقف سدا منيعا أمام تنفيذ هذه المؤامرة. طيب يعني خليني طبعا بعد التحية خليني أعرف من حضرتك كيف ترون التحركات المصرية والدور المصري والطرح المصري تجاه ما يحدث في قطاع غزة أو حتى القضية الفلسطينية بشكل كامل؟ الدور المصري يتطابق بشكل كامل مع الموقف الفلسطيني. نفس المنطلقات التي تنطلق منها مصر هي ذاتها التي تتحرك على أساسها القيادة الفلسطينية. نحن نريد وقفا فوريا لهذا العدوان الهمجي ولحرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال على شعبنا الفلسطيني، وبالتوازي مع ذلك نريد توفير كل الاحتياجات الأساسية
لأهلنا في قطاع غزة، لشعبنا المحاصر في قطاع غزة، الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء وماء ووقود وكهرباء وغير ذلك، وبشكل مستدام وليس لمرة واحدة وليس بشكل محدود، وإنما توفير كل الاحتياجات الضرورية. ثم هناك توافق على أنه ما دام الاحتلال موجودا الأزمات ستبقى موجودة والصراع سيبقى مستعرا، ولذلك لابد من التحرك على الصعيد الدولي من أجل إجبار المجتمع الدولي وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية على الاعتراف والإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة هذه الحقوق، حقه في تقرير المصير، حقه في الدولة، حقه في إنهاء الاحتلال، كأساس لتحقيق سلام يضمن عدم استمرار الصراع ويضمن عدم خروج الأمور عن السيطرة، لأن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية من حين لآخر واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في سرقة الأرض الفلسطينية وفي التسلط على الشعب الفلسطيني ومنعه من ممارسة حقوقه المشروعة، هذه الأمور إذا استمرت ستخرج الأمور عن السيطرة، وحينها لن تقف الأمور أو الصراع أو تداعياته عند الحدود الفلسطينية، صحيح، بل ستمتد إلى الإقليم وربما إلى العالم أجمع، وحينها الجميع سيدفع الثمن. طيب، على ذكر العالم والمجتمع الدولي دكتور محمود، كيف تابعتم يعني ردود الأفعال الدولية وتعاطي الدول الغربية، نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، يعني عواصم أو مراكز صنع القرار في العالم، وهذا الانحياز المكشوف والمفضوح للكيان الإسرائيلي كسلطة فلسطينية وبعين مستشار الرئيس الفلسطيني، كيف تتعاملون مع هذا الاتجاه الغربي المساند لإسرائيل؟ موقف الولايات المتحدة الأمريكية لم يفاجئنا بصراحة، لأنه معروف أن الولايات المتحدة الأمريكية دائما تقف مع الاحتلال الإسرائيلي وتحمي الاحتلال الإسرائيلي سواء في المنطقة أو في العالم. لكن المفاجئ بصراحة الذي يدعو إلى التوقف والتأمل وإلى إعادة ترتيب الأوراق هو موقف بعض الدول الأوروبية، الدول الأوروبية التي تدعي أنها بمنأى عن الموقف الأمريكي وأنها مستقلة وأنها مع السلام العادل وأنها مع حقوق الإنسان ومع الديمقراطية، ثم تأتي لتنحاز بشكل فاضح لصالح العدوان ضد الشعب المعتدى عليه. هذا أمر غريب، أمر يدعو طيب بما تفسر يا فندم هذا الأمر يعني دكتور محمود، بما تفسر هذا الأمر وبما تفسر هذا الانحياز؟ أولا أنهم لم يخرجوا أو السبب الأول أنهم لم يخرجوا من العباءة الأمريكية، لم يخرجوا من سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على قرارهم حتى على قراراتهم الداخلية. الأمر الثاني هو أننا أمام منظومة استعمارية ترعى إسرائيل باعتبارها المندوب الاستعماري في المنطقة، الذراع الاستعماري في المنطقة الذي يحقق غايات هذا الاستعمار القديم والجديد، السيطرة على المنطقة العربية وإبقائها تحت ضغوط مستمرة، إبقائها في حالة تجزئة وفي حالة إنهاك مستمر حتى لا تستطيع أن تأخذ دورها المطلوب كجزء من قيادة المنظومة الإنسانية. المنطقة العربية منطقة بين فيها وحدة جغرافية، فيها وحدة لغة، فيها وحدة دين، فيها ثروات طبيعية، فيها ثروة بشرية هائلة، فيها عقول قادرة على أن تصبح قوة عظمى لو توحدت وخرجت من تحت الإنهاك المستمر. هذا لا يبدو أنه في مصلحة القوى الاستعمارية، ولذلك تريد إبقاء منطقتنا العربية تحت هذه الضغوط من خلال دعم دولة الاحتلال وإبقاء دولة الاحتلال في حالة تفوق كما يقولون. طب، على كل المنطقة العربية. طب كيف يمكن مواجهة ذلك؟ ولو تحدثنا دكتور محمود عن
موجات الغضب اللي بتجتاح العواصم العربية والتظاهرات اللي خرجت من أكثر من عاصمة عربية وإسلامية، كيف يمكن استثمار ذلك الغضب كورقة ضغط على إسرائيل وفتح الممارسات الإسرائيلية أمام المجتمع الدولي؟ يعني أعتقد أن احنا فقدنا الاتصال بدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني. يعني الحقيقة كان لدينا العديد من النقاط اللي كنا نحب أن احنا نتشاور فيها مع دكتور محمود، هنحاول الاتصال به مرة أخرى ونعود الاتصال بدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني مرة أخرى. معنا مرة أخرى دكتور محمود. دكتور محمود حضرتك معنا؟ تفضل يا خلال. كنت بسأل حضرتك يا فندم فيما يتعلق بالضغط الشعبي، عواصم عربية شفنا تظاهرات، مش بس عواصم عربية، امبارح العاصمة البريطانية لندن يعني شهدت مظاهرة كبرى، يعني لأول مرة بنشوف خروج عدد كبير جدا حتى في الولايات المتحدة. يعني الضغط الشعبي سواء عربيا في عواصم عربية وإسلامية أو حتى في عواصم غربية، إلى أي مدى يمكن استثماره في صالح القضية الفلسطينية الآن؟ اولا بالنسبه للتعاطف الشعبي العربي والاسلامي هذا امر مطلوب منه وامر لا يحتاج الى جهد كبير. نعم يحتاج الى جهد، يحتاج الى توعيه، يحتاج الى انتشار اعلامي جيد لتوعيه الشعوب العربيه والاسلاميه بحقيقه وطبيعه الصراع وطبيعه ما يجري في فلسطين، وهذا امر مهم صحيح وضروري، ولكن الجهد فيه سيكون جهدا قليلا لانه الامور مهيئه. الجهد الاكبر يجب أن يبذل في الرأي العام الغربي صحيح، الرأي العام العالمي. هذا الرأي العام هو سواد ومراكز صنع القرار في هذه الدول سواد آخر. يعني اللافت أنه مراكز صنع القرار الدول ما يسمى بالدول العميقة في هذه الدول تتحرك في فضاء مختلف وبعيد عن مصالح شعوبها صحيح، وبالتالي من المهم الوصول مباشرة إلى هذه الشعوب عبر جهد كبير رسمي وشعبي من الجانب الفلسطيني ومن الجانب العربي والجانب الإسلامي لتوعية هذه الشعوب والعمل على تغيير صحيح. الرأي العام وتغير الرأي العام سيؤدي أو سيقود إلى ممارسة ضغوط على مراكز صنع القرار لتغيير مواقفها، ولو حدث هذا ستتغير كل الموازين. ولدينا في التاريخ القريب نموذجان نستطيع الاهتداء بهما. النموذج الأول حرب فيتنام، حرب فيتنام صحيح. التي أوقفها تغير الرأي العام الأمريكي تجاه الحرب وذلك من خلال إقناع الرأي العام بعدم جدوى هذه الحرب وبعدم ضرورتها وبوجوب إيقافها، فتوقفت لأنه الرأي العام الأمريكي ضغط على صانع القرار فأوقف الحرب. النموذج الثاني نموذج النظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. هذا النظام كان مدعوما من مراكز صنع القرار من الدول العميقة في الغرب، أمريكا وبريطانيا على وجه التحديد، ولكن عندما تحرك الشعب الجنوب أفريقي من خلال قياداته ومن خلال دبلوماسيه ومن خلال إعلامه ومن خلال أصدقائه في العالم على الرأي العام الغربي الأمريكي والبريطاني تحديدا والأمريكي على وجه الخصوص تغير هذا الرأي العام تجاه نظام الفصل العنصري. نعم دكتور محمود، يعني بكل تأكيد وضحت هذه الفكرة، لكن اسمح لي سريعا لأنه يعني الوقت يدهمنا بعض الشيء سريعا جدا، هل رد فعل الكيان الإسرائيلي كان متوقع إلى هذا الحد؟ وعلى جانب آخر يعني ماذا تتوقعون في الأيام القليلة القادمة لو نتكلم على صعيد ما يحدث في قطاع غزة؟ ما يسمى برد الفعل الإسرائيلي هو مش رد فعل، هو الفعل المستمر منذ بدايات الاحتلال ونحن نتعرض للعدوان. إذا أردنا أن نصف الأمور وصفا صحيحا ودقيقا فالفعل هو فعل إسرائيلي ورد الفعل هو الفلسطيني. نحن ما نقوم به في مواجهة هذا الاحتلال وفي الدفاع عن أنفسنا هو رد الفعل، لكن نحن أمام عدوان مستمر منذ 7 عقود يستهدف كل شيء في فلسطين. عدوان ارتكب مذابح فظيعة وفظائع ضد الشعب الفلسطيني على مدى 7 عقود، هدم ودمر 570 قرية
فلسطينية ومحاها عن الوجود، عدوان يستهدف وجود الشعب الفلسطيني، ينتهك مقدسات الشعب الفلسطيني. لماذا نتحدث عن رد فعل فلسطيني ولا نتحدث عن استمرار انتهاكات الأقصى، المسجد الأقصى، واعتداءات المستوطنين؟ وهي للأسف للأسف الشديد انتهاكات مستمرة على مدار سنوات وسنوات. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني. نروح لفاصل سريع ونرجع مرة أخرى. بنجدد صباحنا لحضراتكم مرة تانية وصباح الخير يا مصر. الحقيقة قمة القاهرة للسلام هي امتداد لدور تاريخي لمصر لمساندة القضية الفلسطينية، قضية العرب الأولى. نجحت القمة في الوصول لمساحات مشتركة وبناء توافق حول ضرورة وقف الحرب اللي راح ضحيتها لحد الآن أكثر من 4000 شهيد فلسطيني. العمل على تفعيل عملية السلام من خلال حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. خلينا نتكلم عن دور مصر في حل القضية الفلسطينية ولم الشمل الفلسطيني. بنرحب في فقرتنا النهاردة بالدكتور أسامة شعث أستاذ العلاقات الدولية. صباح الخير على حضرتك. هو نورنا في صباح الخير يا مصر. ولو هنتكلم عن دور المصري تجاه الأشقاء في فلسطين، معروف أنه منذ بداية الأزمة وعلى مدار السنين اللي فاتت، لكن حاب أعرف من حضرتك رؤيتك لدور المصري في ما يحدث في قطاع غزة، لو هنتكلم عن الدور الإنساني والدور التاريخي فندم. يعني أولا وقبل كل شيء المجد للشهداء فلسطين والرحمة لهم جميعا والشفاء بإذن الله للجرحى والمصابين، وإن شاء الله يفك عنهم هذه الأزمة والغمة. والحقيقة أن مصر يعني هي الشقيقة الكبرى التي دائما ترعى كل الملفات العربية بالمناسبة، وقضية فلسطين على رأس أولوياتها منذ بداية الصراع في عام 1948، ومصر دائما ما تساند القضية الفلسطينية، وقفت إلى جانب فلسطين قلبا وقالبا على قلب رجل واحد. مصر في عام 48 أرسلت جيشها لإسناد الشعب الفلسطيني وتولت إدارة وقف إطلاق النار والهدنة الدائمة التي جرت مع الاحتلال الإسرائيلي في 24 فبراير 1949، وهي الهدنة الدائمة التي وقعت. وكانت غزة، وبالمناسبة ليست هذه المساحة كانت غزة، في عام 49 كانت المساحة التي تم توقيع الهدنة عليها 555 كيلو وفقا لخرائط الموجودة الآن حتى في دار الوثائق القومية وفي أكثر من مكان، وهي موجودة وموضوعة في الأمم المتحدة، إضافة إلى مدينة العوجة التي تحاذي الحدود على الشرقية لغزة. وبالتالي كانت مصر دائما دورها طليعي في هذا الاتجاه. هذا على مستوى يعني البداية في العمل. أيضا استمرت مصر تدير غزة من عام 49 صحيح حتى عام 1967. في هذه الفترة نجحت مصر في إعادة الروح النضالية لدى صحيح المواطن الفلسطيني. أنت تعرف لما يكون هناك هزيمة وانكسار للشعب الفلسطيني وتشرد اللاجئين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني إلى خارج أرضه، سواء في سوريا ولبنان والأردن، وفي مصر أيضا جاءت العدد الكبير جدا جاء إلى الأردن وثم إلى سوريا ولبنان، وأيضا جاء هناك يعني سفن ومجموعات من الفلسطينيين هاجرت هروبا إلى حطت في ميناء بورسعيد، وجزء منها ذهبوا إلى اسكندرية، وبالتالي كانت مصر حاضنة. الآن الذين وجدوا في غزة تحديدا، هناك شقين من الفلسطينيين، الشق الأول المواطنين الغزيين الأصل، والشق الآخر المهاجرين من داخل فلسطين ال 48. يعني في ناس من يافا لم يركبوا السفن ويهاجروا إلى مصر أو سوريا أو لبنان، هاجروا إلى فلسطين. وفي ناس أيضا من المدن والقرى الفلسطينية المجدل واللد والمناطق هذه هاجروا إلى غزة. بالتالي مصر قامت بإعادة الروح النضالية لدى هؤلاء، باستعادة الهوية الوطنية الفلسطينية. وأول من أطلق يعني شعار المقاومة الفلسطينية العقيد مصطفى حافظ، وهو صحيح مصري صحيح بقيادة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الذي دعم بشكل كبير جدا إطلاق المقاومة الفلسطينية في ذلك الوقت، وانضمت مجموعات كبيرة جدا من الفدائيين الفلسطينيين والمصريين، وكنا نتشارك الدم معا في مواجهة. وبالمناسبة مصر
هي الدولة العربية الوحيدة التي لها نصب تذكاري في فلسطين. فالجند المصري اختلط الدماء الفلسطينية بالجند المصري، هذا أولا. كنا شعب واحد. وعلى المستوى الإنساني، على المستوى الإنساني بعد حرب 67 وفيما قبل بالمناسبة، هناك عمليات تناسب، شباب مصر والجنود كانوا يتزوجون هناك ويستقروا، لأنه حصل احتلال وهؤلاء جزء منهم كبير جدا من أصول مصرية، وأبائهم وأهاليهم هنا في مصر وأبنائهم هناك مصريون ولكن يعيشون في فلسطين وصاروا فلسطينيين، لأن الاحتلال الإسرائيلي عندما وصل إلى فلسطين واحتل غزة تحديدا 67 سيناء، الجند المصري كان هناك الكثير، يعني أنا لم أشاهد المشاهد هذه لكن الأهل الوالد والأجداد حكوا قالوا أنه الجنود المصريين عندما هزمت الدول العربية في سيناء في 67 بدأ الجنود يخلعون البدلة العسكرية ويلبسون الملابس المنزلية الجلابية أو البنطال الملابس العادية ويعيشون في المنازل مع الفلسطينيين، وبالتالي صار حال التزاوج بعد كده واجتماعي. هو زي ما حضرتك قلت حتى الـ 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 يعني علاقة الدم، يعني المصاهرة وعلاقة الدم ما بين الغزاويين وأهلنا في سيناء دي علاقة موجودة وتاريخية من فترة طويلة جدا من الزمن. هناك أكثر من 200 ألف مواطن يحملون الجنسية الفلسطينية والمصرية الآن يتعرضون للقصف. طب إذا بدأنا مع حضرتك الحديث عن مخرجات مؤتمر أو قمة القاهرة للسلام بالأمس، كيف تابعت هذه المخرجات وإلى أي مدى يمكن أن تضع بعض الحلول أو تفتح أفق سياسي لما يحدث في غزة؟ طبعا الوضع على الأرض ملتهب جدا سياسيا، هل يمكن أن يكون هناك مسار سياسي يبنى على مخرجات قمة القاهرة للسلام؟ يعني خلينا بداية نقول أن هذه القمة مهمة جدا وجاءت في توقيت دقيق جدا، وتعد أنا بتقدير أنها هي اختراق دبلوماسي مصري بامتياز ونجاح كبير، لأن يكون في وضع صعب في ظل تعنت الإدارة الأمريكية والدول الغربية لدعم الاحتلال الإسرائيلي وإسناده بشكل فج وبشكل مفضوح باعتبار أنهم يدعمون الاحتلال لقتل المدنيين، يعني هذه كارثة، ترسل الطائرات وترسل حاملات الطائرات والدعم اللوجستي والعسكري لهذا الاحتلال الإسرائيلي، بينما المواطنين والمستوطنين يهربون من هذاك. فبالتالي مصر نجحت في لم جمع ما يقارب 32 دولة ومؤسسة ومنظمة دولية تحضر وتشارك على هذا الزخم الدولي، هذا يعد انتصارا كبيرا جدا للدبلوماسية المصرية، ولكن يجب أن يبنى عليه. بالعادة المؤتمرات بمثل هذا الحجم هي ليست ملزمة للأطراف في التطبيق، وبالتالي قوة الإلزام فيها هي كيفية أن تجعل التوصيات التي تخرج منها هي أداة ملزمة وفق نظرية تبادل المصالح أو المعاملة بالمثل. تعال الولايات المتحدة ربما لا تلتزم، أنا عندي 35 دولة، عندي 30 دولة، كلهم هؤلاء دول يعني مهمة ومؤثرة، منظمات دولية في أوراق ضغط، يعني ممكن تضغط على الولايات المتحدة، تضغط على دول العالم، تقول لهم ستوب، يعني في هنا شعب وفقا للقانون الدولي وفقا لحقوق الإنسان، منظمات حقوق الإنسان الدولية، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، وفقا للميثاق الأمم المتحدة الذي يعني وخصوصا اتفاقية جنيف الرابعة الموقعة عام 1949 في 12 أغسطس 1949، تقول بشكل صريح حماية المدنيين، عدم نقل المدنيين من مكانهم إلى مكان آخر سواء لدولة الاحتلال أو حتى لدولة محايدة، وبالتالي عدم تعريضهم للخطر، يجب إرسال معونات لهم، فتح ممرات إنسانية. وبالمناسبة الخطاب اللي لخصه يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاحية المؤتمر، أنا أعتقد أنه هو وضع حلا كاملا لكل المسألة السياسية الفلسطينية، 3 خطوات باختصار شديد، خارطة الطريق كما قال، وثلاثة خطوات. الخطوة الأولى فتح ممرات إنسانية مستدامة، وفتح الممرات الإنسانية المستدامة أنا أعتقد أنها يعني لا تقتصر على الأكل والشرب والحاجات هاي، هناك كارثة. وأنا أعتقد أنه غزة الآن منكوبة، مناطق منكوبة، هذه المناطق تحتاج إلى تظافر دولي، القصة مش أكل. طب هو أقول لك بدي أرسل له سلات غذائية، كيف سيطبخ؟ كيف سيشرب؟ وقود، محتاجين وقود، كهرباء، محتاج وقود، محتاج غاز، أنابيب الغاز، محتاج وقود، محتاج كهرباء لتسخين الماء على الأقل. وهنا فكرة الاستدامة مهمة جدا، يعني هي حتى الرئيس ركز على 3 كلمات، مستدام وآمن وسريع، يعني إمدادات مستدامة وآمنة وسريعة. بالضبط. طيب هي المساعدات إنسانية فقط؟ لا،
احنا محتاجين ايضا مواد طبيه، مستشفيات متنقله. صحيح. محتاج يعني مش مستشفيات ميدانيه تعمل مستشفى هنا ولا تستطيع الوصول اليها، المستشفيات المتنقله اقصد عربات الاسعاف تكون من الشاحنات الكبيره مجهزه للعمليات وايجاد مصابين مباشره، وتبدا تتجول لما يصير في قصف تنتقل الى المكان فورا بالسراير اللي فيها بالاجهزه اللي فيها. وبالتالي هم محتاجين ايضا اجهزه اللي هو كسارات تكسر الانقاض، هناك اكثر من 1600 فلسطيني مفقودين ربما يكون جزء منهم تحت الانقاض. يعني انا ابكاني احد الاشخاص وهو بيقول لي انه احنا زوجة اخيه يعني بدوروا على جثة زوجة اخيه لقوا قدمها مرمي على بيت اخر، ففي كانت مأساة. لذلك هذا هي البند الاول، البند الاخر وقف اطلاق النار. طيب بشكل سريع. دكتور اسامه اسمح لي، بما ان حضرتك يعني اتيت على ذكر المساعدات، دلوقتي معانا على التليفون يعني بطل من الابطال اللي احنا بنسميهم الابطال المجهوله اللي شاركوا في دخول 20 شاحنه مساعدات لاشقائنا في غزه عن طريق معبر رفح، لان الابطال دول كانوا سائقي شاحنات المساعدات اللي دخلت لغزه واللي استمروا فتره طويله قبل عبورهم من معبر رفح. من بين السائقين دول شريف صلاح احد سائقي شاحنات المساعدات الانسانيه اللي دخلت غزه امس. صباح الخير عليك يا استاذ شريف واهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم وصباح الخير على مصر كلها. اهلا بحضرتك. يعني امبارح انت كنت ضمن الابطال المجهوله وضمن السائقين اللي قادوا الشاحنات عبر معبر رفح وادخال الاغاثات لاهالينا في غزه. كلمني بقى يعني احكي لي ايه اللي حصل اول ما عرفتوا الخبر ان شاء الله انه هتعدوا النهارده الشاحنات بعد ما عديت معبر رفح، اللي انا وانقل المشاهدين الصوره. والله احنا كنا عندنا 22 عربيه والحمد لله ان احنا عدينا وسلمنا الحاجه هناك للهلال الاحمر والفلسطينيين كانوا معانا هناك برضو، وربنا يكون في عونهم يعني وربنا يصلح حاله. تمام شريف، بنحييك وبنشد على ايدك، وحابين كده نعرف بقى لما عبرت الناحيه الثانيه ودخلت بالشاحنه لقطاع غزه وبدا تفريغ الحموله الخاصه بالشاحنه والامدادات الاغاثيه، ايه اتكلمت مع اهلنا الغزاويه في ايه؟ كلمني اوصف لي المشهد جوه غزه. والله احنا من الفرحه يا باشا ما كناش يعني احنا كنا ساعه ما سمعنا ان احنا نخش الفرحه خدتنا. احنا دخلنا جوه كنا معاهم وهم ناس محترمه جدا وقابلونا باحترام جدا وربنا يعني تعاوننا مع بعض ونزلنا الحمل ما كملناش تحتين زمن على طول عشان طبعا الضرب هنا كتير وهنا القوات بتاعتنا كتر الف خيرهم يعني وربنا يصلح حالهم وتحيا مصر. تحيا مصر. طيب ابو شريف، اخيرا كنت حاسس بقلق او بتوتر ولا كنت مطمن وانت داخل؟ والله هو هنا القلق كان كتير بس احنا ما كانش فيه قلق لان احنا الحمد لله يعني هنا احنا ثلاثه من بيت. يعني انا كان معايا اللي كان سجل العربيه الصفراء دي احمد اخويا، وابن اخويا بره برضه لسه ما دخلش واقف على الباب ان شاء الله يخش النهارده ولا بكره. انت مستمر يعني انت قاعد لسه هناك يا ابو شريف؟ نعم. انت لسه مكمل مستمر هناك لسه؟ ان شاء الله باذن الله. احنا واحنا فضينا انا واحمد اخويا واقفين هنا مستنيين تليفون من جماعه نروح نحمل من المطار ان شاء الله وهنرجع تاني. انت منين يا عم شريف؟ احنا من بني سويف من بيبا. يا سلام، اجدع واجمل ناس. الله يخليك يا سعاده الباشا. ربنا يسلمك يا رب ويسلم كل زمايلك وكل حد موجود عند معبر رفح سواء سائق شاحنه عامل اي حد موجود بيساعد اخواتنا واهلنا في غزه، ربنا يا رب يسلمكم جميعا. بشكرك شكرا جزيلا شريف صلاح احد سائقي شاحنات المساعدات الانسانيه اللي عبرت ودخلت امبارح قطاع غزه. هنرجع مرة أخرى وحدتنا مع الدكتور أسامة، يمكن حضرتك كنت تتحدث عن فكرة المساعدات وكنت تنتقل للنقطة التالية. خريطة الطريق. هو في اختصار كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه سيادته قال هناك خارطة الطريق وتتضمن ثلاث نقاط. النقطة الأولى الممرات الإنسانية المستدامة كما تفضل. النقطة الثانية يجب وضع حد لهذا الحرب بوقف إطلاق النار فورا. مفاوضات التهدئة. لتثبيت التهدئة أو هدنة. وهي ضرورية جدا ومهمة جدا ليتم فيما بعد وضع حد أيضا للاحتلال، لأنه ما بصيرش أنا كل يوم والتاني تعتدي على المدنيين تقصف تقتل كذا. كل أسباب العدوان وكل أسباب الاحتلال وكل الجرائم التي تجري على الأرض الآن في غزة هي بسبب وجود هذا الاحتلال. ينصرف الاحتلال تفضل الأرض بصير فيش فيها مشاكل، الناس بتعيش بحياة. طب على أساس إيش؟ على أساس حل الدولتين استنادا إلى القانون الدولي.
هذه الخطوة الثالثة. إذن تطلق مفاوضات سياسية، تسوية سياسية عادلة وشاملة ودائلة برعاية دولية. وهناك بالمناسبة طب ما الدعوات 86 قرار، أسف المقاطعة، الدعوات دي اتكررت لأكثر من مرة في الفترات السابقة. هل اللحظة اللي احنا فيها الآن أو اللحظة اللي بتعيشها المنطقة ممكن الحديث عن ما بعد يعني تهدئة ووقف إطلاق النار، إحياء عملية السلام؟ وإحنا بنشوف دائما الرباعية الدولية، الرباعية الدولية الراعية للسلام كلها منحازة الآن في هذا الظرف اللي بنعيشه إلى إسرائيل. إزاي ممكن اختراق سياسيا أو تفاوضيا أو إيجاد يعني أطراف أخرى ممكن أن تكون راعية لعملية سلام مستقبلية ما بين فلسطين وإسرائيل؟ نعم، خلينا نتكلم بداية الأزمة. بداية الأزمة الصراع العربي الإسرائيلي لم يكن هناك شيء اسمه رباعية دولية، ولا حتى في أحد يفكر في تسوية الصراع العربي. حاولت حتى الغرب لما أنشأوا الكيان الإسرائيلي، أنشأوا بقرار 181، القرار ينص على تقسيم فلسطين 55% للاحتلال الإسرائيلي إقامة دولة يهودية، و44% للفلسطينيين، إضافة ل 1% 1.5 بالضبط تقريبا. هذه منطقة دولية اللي هي القدس وبيت لحم وممر إلى يافا، ومن ثم إلى الخروج الدولي. هذه رفض تاريخيا، رفضوا الفلسطينيين، رفضوا الفلسطينيين والعرب رفضوا يعني ولكن الاحتلال الإسرائيلي أقام دولته في بعد 48، لما بدأت الحرب في 48. هذا القرار صدر في 29 نوفمبر 1947. القرار بدأت بعد الانسحاب البريطاني في 14 مايو، انسحبت بريطانيا، 15 مايو أقامت إسرائيل كيانها ودولتها، وبالتالي أقامت المفروض إنها بدها تقيم وفقا للقرار الدولي، بدها تقيم على إيش؟ على 55% من مساحة فلسطين. قامت الحرب، الدول العربية دخلت حرب معها في ذلك الوقت، ولم تكن دول كثيرة يعني مستقلة، معظمهم كانوا تحت الاحتلال الانتداب البريطاني. الاحتلال الإسرائيلي أقام دولته على 55%، ثم احتل نص دولة فلسطين. وعندما ذهب إلى الأمم المتحدة يعني صار عندك المساحة المتبقية من فلسطين 22%، منها غزة والضفة والقدس الشرقية اللي هي لم تحتل في ذلك الوقت، وبالتالي حصل وقف إطلاق النار وهدنة دائمة واستمر الوضع على ما هو عليه. في 67 رجعوا احتلوا الضفة الغربية وغزة وسيناء والجولان، وصدر قرار 242. هنا نريد أن نتوقف أنه قرار حل الدولتين صدر في عام 1947، وقرار 242 الدولة يعني يقرر بشكل قاطع سحب الاحتلال الإسرائيلي من كافة الأراضي المحتلة عام 67، سيناء وغزة والضفة والقدس إضافة إلى الجولان. هذا هو القرار الدولي اللي صدر في 242. انطلاقا من هذه النقطة وعلى هذا الأساس صارت عملية المفاوضات فيما بعد في مصر، صارت في فلسطين اتفاقية أوسلو، اتفاقية وادي العربة، كل المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي التي صارت، مؤتمر مدريد للسلام، الأرض مقابل السلام. وهذا المبدأ يعني كان بشروط مصرية يعني عربية، أنه نحن ستوب لكيسنجر في ذلك الوقت، إحنا عند استعداد أن ندخل في مفاوضات وتنهي هذا الصراع، ولكن الأرض ناخد الأرض ونديكوا السلام. الآن وافقت العالم كله، وافق الأمريكان، وافق والأوروبا، وافق وتشكلت اللي هو مؤتمر مدريد، ثم مفاوضات أوسلو، ثم دخلنا في عملية اتفاقية أوسلو في مصر أيضا والتي جرت في 4 مايو 1994، وتشكلت السلطة الفلسطينية في غزة وأريحة، وكان خلال أقل من 5 سنوات يجب أن تنسحب من كل أراضي الضفة الغربية والقدس، ويتكون هناك دولة فلسطينية في عام 99، ثم 2000 تعلن الدولة الفلسطينية. هذا هو المتفق عليه. الاحتلال رفض، قتلوا رابين الذي وقع اتفاقية السلام، هو نتنياهو الذي حرض على قتله، هو الذي قتل رابين وتولى السلطة فيما بعد وأشعل حربا داخلية وحرب الانتفاضة. صحيح. وبالتالي بدأ الصراع بشكل كبير جدا. الآن الحل، حتى الرباعية الدولية لم تحقق أي نتيجة. صحيح. الرباعية الدولية لم تحقق أي نتيجة لأنه بسبب الهيمنة الأمريكية عليها، وشفنا الولايات المتحدة ماذا فعلت، والهيمنة للأسف زادت بشكل كبير الفترة الأخيرة أو في أحداث غزة الأخيرة. الحل بناء على كلمتك الأخيرة اللي قلت فيها، هل هناك آلية جديدة؟ نعم. أولا الرباعية الدولية الآن غير صالحة بهذا الشكل. صحيح. لأن الولايات المتحدة لها مصالح، وروسيا عضو في الرباعية الدولية. من أين تتشكل الرباعية الدولية؟ الولايات المتحدة، روسيا، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي. هناك تناقض بين المجموعة. صحيح. هذه يجب إضافة دول عربية. صحيح. ودول وازنة
دولية لها تأثير الصين. صحيح. لا مانع من دخول الصين. هناك يعني أكيد الفترة المقبلة مع التغيرات اللي بتحصل عالميا هيبقى فيه صعود لأطراف دولية وحضور كمان لبعض الأقطاب والأطراف والعالم العربي بشكل كبير. احنا للأسف الشديد وقتنا خلص، كنا عايزين نتكلم مع حضرتك، معانا أسئلة كتيرة جدا عن المشهد في غزة. بشكرك شكرا جزيلا على تشريفك لينا دكتور أسامة شعث أستاذ العلاقات الدولية. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده ان شاء الله. صباح الخير يا مصر، هيكون معاكم بكره من نفس الميعاد من 7 ل 10. نشكر حضراتكم، شكرا جزيلا، صباح الخير.